بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كل الناس بتقول يا رب. ده الهتاف اللي بكرة إن شاء الله أو يوم الجمعة، كلنا بنفسنا الحقيقة إن المباراة تبقى بكرة قبل بعد بكرة كمان، لكن كل الناس بتقول يا رب. ده الهتاف اللي هيبدأ بيه دائما جمهور مصر إن شاء الله في مباراتهم المهمة جدا 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 إن شاء الله يوم الجمعة القادم. الناس كلها بتنتظر هذا الحدث التاريخي والمواجهة التاريخية أمام السنغال، استاد القاهرة الساعة 9:30. كل شوية هنقول لحضراتكم هذا الكلام في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر. وزي ما قلت لحضراتكم، الكل ينتظر هذه الساعة. ايه اللي هيحصل يوم الماتش؟ محدش عارف ايه اللي هيحصل، مين اللي هيلعب، يلعب اللي يلعب. هنتكلم وهنقول لحضراتكم الوجهات النظر الفنية المختلفة، ومين يلعب باك يمين ومين يلعب باك شمال، ومين يلعب ورا ومين يلعب قدام، ومين اللي يهاجم ومين اللي يدافع. وهنقول لك وكل الكلام ده يعني هنتكلم فيه واتكلمنا فيه خلال الاسبوع اللي فات، وهنتكلم فيه النهارده اكتر واكتر. ولكن في النهاية احنا عارفين ومتأكدين وكلنا ثقة في ربنا وفي لعيبة ورجالتنا ان احنا نقدر نكسب هذه المباراة، ان احنا نقدر او تقدروا تفرحونا ان شاء الله بإذن الله يكون التأهل حليف منتخب مصر. الفوز على السنغال مش حاجة سهلة بالمناسبة، يعني هي حاجة صعبة جدا ولكنها غير مستحيلة، ودائما المنتخب المصري يفعل المستحيل، فما بالكم الغير مستحيل. اقدر اعمله سهل جدا، مش سهل، اقدر اعمله. هتعب نفسي وهبقى تعبان وهجري اكتر وهجتهد اكتر وهدافع اكتر وهاجم اكتر، هعمل كل حاجه بزياده، ولكن في النهايه مصر تستحق مننا كلنا كمصريين بجد. والله يا جماعه، وانا كل يوم هقول لحضراتكم هذا الكلام طوال هذا الاسبوع والاسبوع القادم. انا النهارده او كل يوم بقالي يومين ثلاثة بيبقى عندي مشاوير خارجية كثيرة جدا، فبطلع وبروح وباجي، محدش بيتكلم غير على المباراة، محدش بيتكلم غير مصر هتكسب مين، مصر لما تلعب السنغال هل هتكسب؟ زي ما قلت لحضراتكم في فايبس طالعة كده من الناس اللي ماشية في الشارع، من أهل مصر اللي جايين من كل مناطق في مصر، من كل مناطقها. الناس دي قد ايه مستنيه هذه المباراه، اللي هيتفرج عليه في بيتهم، اللي هيتفرج عليه في الاستاد، اللي هيتفرج عليه عند اصحابه، اللي هيتفرج عليه في القهوه، اللي هيتفرج عليه هنا. الناس كلها تنتظر. على السوشيال ميديا دور مهم جدا 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 خلال الساعات المقبله. وخلي بال حضراتكم قنوات اون سبورتس زي على هذه المباراه، وبالتالي خدمه مميزه لكل الجماهير المصريه. زمان كنا بنتعب، حضرتك وانت قاعد وحاطط مفيش بطيخ اليومين دول، وحاطط اللب والسوداني جنبك وقاعد تتفرج على مصر، شجع، حط علم مصر جنبك وشجع. صدقني هات ولادك، لو انت اللي في البيت وقاعد في البيت بتتفرج، هات ولادك، انت ولادك الواحد او الاثنين، اقعد واتفرجوا وشجعوا بلدكم. هيوصل منين يا عم اسلام؟ الفايبس كده، في حاجه بتوصل للاعبين المصريين. من امتى؟ بقالنا قد ايه ما لعبناش في استاد القاهره 70-80 ألف متفرج؟ بقالنا 70 سنه ما لعبناش ب 70-80 ألف متفرج. فالحقيقه كمان طبعا ولادك دول انت بتزرع فيهم الوطنيه لما يشوفوك بتعمل كده وبتتحمس. وانا عندي بنحط علم مصر في مكان وبنقعد كلنا في هذا المكان، بنعمل اتموسفير للمجموعه او جو لبلدي، جو للبلد، جو لتشجيع البلد. اللي هيروح الاستاد يروح من بدري ويقعد ويستنى، وزي ما قلنا لحضراتكم النصايح اللي بتتقال، ما حدش يشجع من بدري، ما تروحش من الساعه 2 تشجع، روح كل ساعتين ثلاثه كده. اللي بيروح الساعه 2 يشجع 10 دقائق ولا حاجه، وبعد كده ريح لك ساعتين ثلاثة، يعني سخن كأنك بتسخن كده صوتك، وبعدين اقعد ساعتين ثلاثة، وبعدين 10 دقايق كده كمان، لغاية لما المنتخب في الغالب حراس مرمى منتخبنا الوطني اللي بينزلوا الأول، وبينزل معاهم نفس التوقيت حراس مرمى المنتخب السنغالي. هو ده الوقت الذي يجب أن يكون هناك التشجيع، إن أنت ترجرج الأرض أهو، تقعد تعمل كده
زي ما كنا بنسمع. انا بقول لحضراتكم تجربه يعني حصلت معايا، تجربه شخصيه يعني. الخبط ده اهو اللي حضراتكم سامعينه لما بيتخبط في الاستاد، لا الموضوع مختلف اهو اهو كده. ده دي مختلفه، الرجه دي تخوف اي حد، مش منتخب السنغال بس، تخوف اي حد. حضرتك العامل الاساسي ال 60 70 الف ولا ال 64 الف وشويه اللي موجودين على قلب رجل واحد، ان شاء الله هنكسب وما فيهاش كلام. الخبط اللي بقول لحضراتكم عليه ده ايه يا عم اسلام؟ تخش هتقول لنا الخبط؟ ايوه الخبط ده انا حسيته كان بيضرب في دماغي، بيفوقني. لو انا مش حاسس لا كان بيفوقني وبيربك الفرق المنافسه. فنعمل كده، نشجع بلدنا، نقف ورا بلدنا. ما عندناش حاجة يعني، كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده حياته، كلنا مشغولين في حياتنا وفي مشاكلنا وفي كل حاجة. ما عندناش حاجة نجتمع عليها يعني. بعد المباراة هنتكلم بقى، الأهلاوي أهلاوي والزملكاوي زملكاوي والإسماعيلاوي إسماعيلاوي، هنرجع نتكلم. لكن احنا دلوقتي 100% من الشعب أهلاوي زملكاوي إسماعيلاوي اتحداوي إسماعيلاوي. امبارح كان معانا رمز من رموز كرة القدم المصرية، كابتن علي أبو جريش، رمز الاسماعيلي. النهارده هيبقى معانا رموز من انديه تانية، لان هو هذا هو وقت التقارب، هو هذا هو وقت المسانده، هذا هو وقت الدعم. عفوا، هذا هو وقت اللي حضراتكم شايفينه ده، هو ده. هل في مكان تاني او وقت تاني نقدر نتفق نتلم فيه مع بعض؟ مفيش، ما بنلاقيش الحقيقه يعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم يوم الجمعة القادم ما عندناش أي إمكانية غير لحاجة واحدة فقط، الفوز ده أو الهزيمة أو التعادل. دي حاجة بتاعت ربنا. أنا كلاعب في الملعب بعمل المجهود اللي عليا، وأنا كجمهور بعمل المجهود اللي عليا، بقف ورا فرقتي، بموت نفسي عشان فرقتي تكسب. وأديكم شفتوا من كام يوم جبنا لحضراتكم جبنا لحضراتكم محافظات مصر كلها ممثلة في الاستاد، يعني كانك اللعيبه دول. انا كلمت معظم اللعيبه، قلت لهم، بقول لهم زمايلنا واصدقائنا الصغيرين يعني، فقلت لهم مصر كلها هتكون في الاستاد. قالوا لي مصر كلها؟ اه، لان كل محافظات مصر ممثله، وتذكرتي كانت بتعمل كده قصده طبعا، ان كل محافظات مصر تبقى ممثله في الاستاد يوم الجمعه القادم الساعه 9:30 بالليل. هو ده اللي احنا عايزينه، النظرة اللي انا شايفها على كارلوس كيروش، النظرة اللي انا شايفها على كل اللاعبين. مش عايزين اللاعبين يطلعوا بره الجو اللي هم عايشين فيه، عايزين اللاعيبة دي تفضل تموت نفسها وتتعب. عايزين معانا نفس محمد صلاح. بص وش محمد صلاح وضحكة محمد صلاح بتدي الامل للكثير، لل 103. مفيش حد ما بيحبش محمد صلاح اصله يعني، فال 103 مليون بيحبوه يعني. ممكن تقول ده ما بيحبش الاهلاويه، ما بيحبوه مثلا، بس ده ما بيحصلش. لكن مثلا ممكن يحصل كده، لكن محمد صلاح ال 103 مليون بيحبوه، ال 103 مليون بيعتبروه مثل اعلى ليهم، ال 103 مليون ملاحظين وش محمد صلاح فايق ورايق، فايق ورايق. طيب على ذكر محمد صلاح، انا معايا ايضا احد رموز نادي الزمالك وكرة القدم المصرية، نجم الكبير كابتن محمد صلاح، طبعا المدير الفني لبلدية المحلة الحالي. كابتن محمد، الو، ازيك يا كابتن اسلام؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ ازيك يا كابتن؟ الله يخليك حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب، ووحشنا جدا. طمني على صحتك ودايما منور. ربنا يخليك. سريعا كده قبل ما اكلمك عن المنتخب، بما اني كنت بتكلم عن محمد صلاح، ما بتحصلش معاك مواقف طريفه في الموضوع ده، في تشابه الاسماء؟ انا اتمنى ال 103 يحبوني. لا هو قبل كده قلت يا اسلام يعني في ناس افتكرتني انا محمد صلاح، انا يعني فكانت بتطلب حاجات خيريه يعني الولد خير جدا وفي معيد الله وربنا مسهله الامور، فالناس بتبقى طمعانه في شويه خيرات من الله من عنده. واعتقد ان هو ما بيقولش لحد لا، فبيكلموني. انا عارف القصه بتاعت حكيت لي انت، انا حكيت لنا قبل كده قصه
اللي حد اتصل بيك وقال لك انا عايز 100,000 جنيه سلف، وقلت له والله انا محمد الغلبان مش طبعا ربنا يسعده طبعا ويبارك له وينصره يوم الجمعه ومجموع الماتشين باذن الله تعالى ويفرحونا ان شاء الله. يا رب يا كابتن محمد. كابتن محمد شايف المباراه ازاي في ظل الصعوبه جدا في هذه المباراه؟ بتلعب منتخب قوي، منتخب عنده 20 لاعب كلهم افضل من بعض. بص كابتن اسلامي، على انا شايف في ناس، بعض الناس مش متفائله. بالعكس ده كويس والله. لان لو التفاؤل طبعا مطلوب لكن بدرجه عاليه جدا ما بيبقاش كويس، لكن خلينا نقول نتفائل 50% ونجتهد لاكتساب ال 50% الثانيه. المباراه اللي هنا انا بقول لحضرتك هتبقى اصعب من اللي هناك. الله ينور سلام عليك. طبعا طبعا، ما احنا باكات رايب بتاع زي بعض. لا انت اجمد باك رايب في مصر، خلي بالك. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي. المشكله هنا ان الناس مستسهله المباراه في القاهره. وده انا يمكن سمعتك دور محمد صلاح في الحته دي كراجل، يعني قول في من ضمن الناس القليلين جدا اللي يعرفوا معنى الاحتراف ومعنى العمل في الكره الاحترافيه. ايوه، رغم صغر سنه ورغم حاجات كتير، لكن هو متحمل مسؤوليه اللي عنده شخصيه في الملعب. باذن الله تنطبق على بقيه اللعيبه، وانا اعتقد ان اللعيبه كلهم مش مفيش حد منهم، كلهم بيحبوه بيثقوا فيه. مظبوط. وده باين من المدير الفني كروش ان هو عنده ثقه كبيره جدا بصلاح، فممكن يتكلم معاه ويقول له معلومه يعني حاجات. طب هو حضرتك مع الموضوع ده؟ انا اسف يا كابتن، حضرتك مع الموضوع ده ولا لا؟ لان انا بشوف دايما محمد صلاح وهو بيتكلم عن ان هناك اختلاف ما بين المديرين الفنيين في مصر وبره مصر، بمعنى ان هو بيقول ان بره مصر لا، الناس بتتكلم معانا وبيبقى لينا راي في الموضوع، في مصر الموضوع مختلف. فهل حضرتك مع ده ولا مع ده؟ الراي ده يعني انا معاه مليون في المية. لان انا بطبق ده عندي، بقول للكابتن انت المدير الفني في الملعب. اوكي. يعني كل اللي انا الصلاحيات بتاعتي انت بتاخدها جوه الملعب. وضع طبيعي جدا، بس احنا عندنا ان انت صاحب لعيبه او بتتفهم غلط. بتتفهم غلط وفيها تكبر شويه من المديرين الفنيين. وبذلك احنا بنستبدلها يا كابتن اسلام بايه؟ ايوه، ان انت ازاي تصاحب اللعيبه من الناحيه النفسيه على الاقل. وازاي لعيب ما يخافش منك، ياخد منك ما يخافش منك، ياخد منك عشان لكن بره اعتقد ان الظروف سمحت لنا ان احنا نعيش مع محمد صلاح وينقل هذه الخبرات للعيبه المديرين الفنيين الموجودين في مصر، وده مش عيب. لا مش عيب طبعا، مش عيب، بالعكس. الاحتراف او ده اللي ماشيين فيه في اوروبا، المدير الفني له علاقه بالكابتن اللي هو بيحاول يساعده جوه الملعب، لان المدير الفني هينقل معلومه مش هينزل يلعب. فهو بيديها للكابتن بدل ما يقعد بقى يزعق ويشوح ويجري حوالين الخط. هو راجل يقول، ولذلك في بعض الماتشات بنلاقي ورقه نازله مع بديل عشان يديها لحضرتك عشان تديها للعيبه. واحنا ساعات بنستغرب كمصريين. بالظبط. لكن الوضع ده طبيعي جدا جدا، فاتمنى ان العلاقه دي تتنقل لكل المدربين واللعيبه في مصر. ايوه، لانه خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه الموضوع ده كان عليه يعني كلام كتير جدا، ان كارلوس كيروش بياخد محمد صلاح يقعد يتكلم معاه، حقه كمدير فني، يعني في الاخر هو المدير الفني، هو اللي يقدر يقعد محمد صلاح وهو اللي يقدر يلعب محمد صلاح. هي بص يا استاذ، احنا دايما يعني عندنا نسبه، انا مش عايز اقول شر عشان عيب، لكن بنقول يعني ايه، يعني هو ليه كيف محمد صلاح يكلمه؟ طب ما يكلم مدرب. الناس مش فاهمه العلاقه. ان محمد صلاح ممكن يحل مشاكل كتير للمدير الفني من غير ما حد يعرف. مظبوط. على الاقل، لا على الاقل لو معلومه نازله او جايه فيها بعض ال يعني ايه اللبس في اي حاجه، او معلومه شديده شويه، لو نقلها المدرب ممكن اللعيب ياخدها بمحمل تاني، لكن لو نقلها محمد صلاح او الكابتن في الملعب ده زميل ليا وهقدر اسمع كلامه واتقبل منه اللي هو يقول. ففي الحاله دي انت بتلعب لصالح الفرقه. وده وضع طبيعي جدا جدا. تمام. اتمنى ان الناس ما تاخدش ان هو ايه محمد صلاح بيقول له نزل فلان وطلع فلان، فلان ما تلعبش فلان. عايزين نبعد عن التخلف شويه.
شويه اللي احنا بنفكر فيه، دايما خلينا نفكر في الايجابيات واقل في السلبيات. تمام. محمد صلاح قال في هالكلام في الكلام ده مش وقته دلوقتي عشان ما يخرجش بره الاسئله بتاعت حضرتك يعني. لكن هو سياق نحن دايما اللي بنتكلم فيها كابتن محمد، دايما المسانده ودعم منتخبنا الوطني خلال مباراته يوم الجمعه القادم، لان الحقيقه الظروف صعبه، حضرتك عايش في عندك مشاكل اكيد، وده عنده مشاكل وكلنا عندنا مشاكل، ولكن في النهايه كره القدم ومنتخب مصر هو اللي بيجمع، او اسم مصر هو اللي بيجمعنا كلنا. خلينا كابتن اسلام يقول شعارنا كلنا واحد، يلا لغايه يوم 29 بالظبط كده. واعتقد مفيش حد في مصر ليه في الرياضه او ليه في الكوره او خارج ما بيتكلمش غير في الماتشين دول. مظبوط. لان حلمنا ان احنا نخش كاس عالم بعد 18 ويمكن هتبقى أول مرة إن شاء الله إن احنا نخش مرتين ورا بعض. المباراة بالنسبة للجماهير يعني أنا أتمنى التشجيع اللي هو ما يعصبش اللعيبة ويستعجلهم. أيوه. اللعيبة لازم تركز وتبقى فيه هدوء ونعرف إن الماتش مقسوم على اثنين. إن شاء الله نكسب هنا أيا كان ربنا رايد 1-2. لكن يهمني جدا ما يخشش فيا جون هنا. أيوه. ملعبش مفتوح بالقدر الواسع قوي، يبقى عندي الخبرات اللي تقدر تعرف تنافس تعليمات المدير الفني ان امتى العب هاجس امتى دافع، لان انت بتلاعب فرقه اعتقد ان هي مكتمله تماما من ناحيه القوه والسرعه وال لا كل حاجه، ده ما عندهمش اصابه واحده، بسم الله ما شاء الله. وده خلي بالك ده ممكن احنا انا سمعتك وده وضع طبيعي جدا. الفرقه الوحيده اللي بتهب منتخبها وبتلعب بروح وبتبان في المواقف الصعبه هو المنتخب المصري. مظبوط مظبوط دي حقيقه والله. مظبوط يا كابتن. مع احترامي لكل المنتخبات، ولكن لازم نقسم المباراه، لازم نلعب بهدوء دون انفعال او تسرع. ايوه. عشان نقدر نلعب ال 90 دقيقه بدون ما حد يشدنا. مظبوط. ان هم ممكن يشدوك يا كابتن اسلام يخليك يدافع وبعدين يهاجمك كونتر اتاك، ممكن السرعات، ممكن انت تهاجم كتير فتنسى ناحية الدفاع عندك. هم عندهم الناس حريفه جدا. لازم، واعتقد الكلام اللي احنا بنقوله ده كروش اكيد بيقوله او الناس بيقولوه. طبعا طبعا، لانه بس انا اللي عاجبني يا كابتن محمد ان الناس كلها مدركه ان المباراه الاولى صعبه، اصعب بكتير جدا من المباراه الثانيه. يعني ده مهم جدا. طيب طريقه لعب كارلوس كيروش احنا عارفين 4-3-3 ما بيغيرهاش، هل من الممكن ان يغير في هذه المباراه بسبب ان هو عايز يضغط شويه مثلا على المنتخب السنغالي او كده، ولا حضرتك شايف ان هو لا هيلعب 4-3-3؟ هي 4-3-3 فلات يعني. ما انا بقول لو فلات يبقى هو مش هيلعب بلاي ميكر، يبقى قفشه مش هيلعب، يبقى هو بيعتمد على الثنائي مثلا في بعض الاحيان يروح. مظبوط. لكن لو هو حاسس ان نص الملعب مثلا السولية وحمدي او السولية والنني يقدروا يقفلوا ويخلي قفش حر يلعب مع الثلاثه اللي قدام عشان محمد صلاح ممكن يتمسك، ومصطفى يعني مش عايزين، انا مش عايزين يتغير ايه مصطفى راح على الطرف وصلاح يجي فيرو. لا مش عايزين دي خالص. طبيعي. فالثلاثه الفلاته يا كابتن اسلام بتدي الفرقه الثانيه ان انت بتدافع. ما هو ده اللي انا بقوله، فهل عشان كده بسال حضرتك هل هو ممكن يغير الشكل بحيث ان هو يلعب اثنين من الثلاثه اللي دايما بنتكلم عنهم سواء حمدي او السولية او النني، ويلعب محمد صلاح ناحيه اليمين وتريزيجيه او مرموش ناحيه الشمال وقفشه في النص وقدامهم مصطفى ومحمد مثلا يعني؟ هو بص احنا كلنا متفقين على 10. مظبوط. الواحد بقى اللي هو السولية والثلاثه فلات يعني او قفشه ده اللي هيبين له هو اصلا محيرنا. ميزه فيه تغير الشعب المصري كله مش عارفين مين هيلعب. مظبوط. يروح مودي تريزيجيه جوه او يدي مرموش. انا لسه كنت هقول لك، هل تريزيجيه ولا مرموش لو لعب بقفشه؟ والله انا اعتقد ان هو هيلعب مرموش. هو هيلعب مرموش. لا احنا عندنا ثوابت يا كابتن اسلام، بس انا بقول لك هل هو هيلعب قفشه عشان كده واخده المره دي؟ مش عارف. وهو في حاله كويسه يعني قفشه في حاله كويسه الايام اللي فاتت دي. مظبوط. ممكن يستغله في الناحيه الهجوميه عشان نقدر نهدف هنا. ده اللي احنا هنشوفه، لكن لو لعب ثلاثه فلات لازم السولية او النني حد يلعب على قدام شويه.
لو ما لعبش على قدام هيبقى عندنا مشكله. يعني لو لعب ثلاثه فلات اللي هو حمدي والسوليه والنني هيبقى عندنا مشكله يا كابتن، لو ما حد ما حدش من الاثنين، ولا قد تكون طريقه مثلا بيسحب مش عارف. يعني الله يكون في عون المدربين، الله يكون في عونك يا كابتن الحقيقه، لانه مباراه زي دي انا لازم اعمل توازن ان انا ما يخشش فيها جون، ولازم اروح اجيب جون، او لازم اهاجم عشان اعرف اجيب جون، وبالتالي هيبقى عندي ازاي اقدر اعمل التوازن ده. وهو ده الفارق ما بين مدير فني كبير اسمه كبير ومدير فني اسمه اقل. تهيألي يا كابتن. تمام، انا معاك كابتن اسلام في دي، واتمنى له ان هو ربنا يوفقه في الاختيار. لان انا عايز اسالك سؤال، هل محمد عبد المنعم هيلعب ولا موقوف ولا ايه؟ محمد هيلعب المفروض. طب خلاص يبقى كده صح، يبقى احنا بنتكلم في واحد بس، يا ثلاثه فلات يا اما قفشه ان شاء الله. وخلي بالك، وبعدين اصل محمد عبد المنعم هيلعب مكان واحد استوبر تاني، لو مش لو هو موقوف هيلعب مكاننا. هيلعب مكان واحد استوبر، ما عندناش ياسر. اكيد ياسر. اقصد اقول لك هو مش موقوف، بس يعني حتى لو موقوف معروف ان هو هيلعب، يعني محمد عبد المنعم مش هيلعب، هيلعب ياسر ابراهيم. لكن احنا بنتكلم في تغيير طريقه لعب بواحد، اللي هو واحد من الثلاثه اللي حضرتك اتكلمت عنهم، وهو ده المشكله. لكن يعني مثلا لا قدر لو مثلا الشناوي مش هيلعب، هيلعب ابو جبل، فده واضح. لو محمد عبد المنعم مش هيلعب، هيلعب ياسر ابراهيم، ده واضح. لو احمد فتوح مش هيلعب، هيلعب ايمن اشرف، واضح. فاهم حضرتك ازاي؟ لكن تغيير طريقه اللعب من 3 فلات ل 2 3 1 هي دي اللي هتخلي، زي ما حضرتك قلت، احنا كمصريين واحنا قاعدين بنتفرج هنشوف الراجل ده عايز يدافع ولا عايز يهاجم. صح؟ صح. وخدي بالك، ده ممكن بقى يشيل كلامي وكلامك على جنب وراح ملاعب تريزيجيه مثلا. مثلا او زيزو. او زيزو. حد ما هو خلي بالك زيزو برضه حالته كويسه. فممكن هو جدا. هو بصراحه مظلوم عشان محمد صلاح. بالظبط، فهو ممكن يشوف ان زيزو ممكن يلعب من الاول. ممكن. يعني بيني وبينك يعني خلاص في العشرة هو ناقص واحد بس، يعني هو ناقص واحد، وهو اللي هيختاره احنا كمصريين كلنا هنبقى في ظهره. واحنا معاه طبعا، احنا معاه طبعا، ربنا يوفقهم ويجيبوا لنا نصر جميل ونقدر نفرح واحنا راجعين يوم 29 باذن الله، واحتفل معاكم بعيد ميلادي 66. الله ربنا يديك الصحة. ألف ألف وكل سنة وأنت طيب يا كابتن، وإن شاء الله مبارك لك دايما. وأنا بشكرك جدا جدا على وجود حضرتك معانا كابتن محمد على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد صلاح، واحد من اساطير كرة القدم في مصر ونادي الزمالك، والمدير الفني الحالي لبلدية المحلة. هو ده، هي دي مصر، هي دي مصر اللي احنا دايما بننظر لها، هي دي مصر اللي احنا كلنا هنقف عشان اسم بلدنا. مش فارق معايا مين اهلي ومين زمالك ومين كذا ومين كذا ومين كذا، ولكن هنجيب مصر كلها، مصر كلها لازم تقف مع بعض خلال هذه الفترة، لأن المساندة والدعم واجبة لمنتخبنا، وبالمناسبة هو ده دور الإعلام. طيب، أيضا واحد من أساطير كرة القدم النجم الكبير كابتن هشام عبد الرسول. ازيك كابتن هشام؟ أهلا وسهلا كابتن إسلام، مشرف ومنور وسعداء جدا إن حضرتك معانا على الهواء مباشرة. بشكرك جدا جدا، وكل سنة وأنتم طيبين يا رب كده، ودايما مصر بخير ان شاء الله تعالى. يا رب يا كابتن هشام. كابتن هشام، يعني اولا ازاي صحتك؟ طمنا عليك. الحمد لله بخير تمام، فضل ونعم من ربنا الحمد لله. طبعا كابتن هشام هو واحد من اهم اللاعبين في جيل 90 اللي وصل بينا لكاس العالم بعد كام سنه بقى، شوف عمر طويل جدا جدا، وكاس عالم كان نجم نجوم نادي المنيا. يعني لو الجيل اللي يعني انا كنت بقعد اتفرج على الكابتن هشام، الجيل بتاعنا كان بيقعد يتفرج على الكابتن هشام في التلفزيون، يعني فكانت حاجه جميله جدا وشرف لينا دايما الكابتن هشام حضرتك تكون معانا. بشكرك جدا على الكلام الجميل ده. لا يا كابتن، حضرتك تستحقه زياده. كابتن، مثل هذه المباريات حضرتك يعني شفت جزء او شفت حاجه حصلت زي دي، مباراه منتخب مصر والجزائر. تفتكر ازاي المباريات دي كلاعب بقى؟ احساس اللاعب دلوقتي بيبقى عامل ازاي قبل المباراه بيوم ولا بيومين؟ طبعا يعني مفيش شك، تجربه عشناها انا عشتها يمكن على مستوى المنتخب فقط لا غير مع كان الجزائر. انت كلاعب عشتها كتير، مباريات رايح مباراتين ذهاب وعوده. طبعا هي طبعا مباراتين يعني حاسمتين، يعني
كل فريق بتتاح لي الظروف نفس الظروف اللي هي تتاح للفريق الاخر. مفيش شك مباراة بتتكتب في التاريخ وبتظل عالقة لفترة طويلة في اذهان اللاعبين والناس والاعلام وكل شيء، برغم ان في بعض الشبه بين تجربة 89 مع الجزائر وتجربة مصر ان شاء الله مع السنغال. ولو في شبه في انما طبعا اختلاف كامل في كل شيء يعني. نظرا للتطور الكبير اللي حصل يا اسلام ايوه كده. في الميديا، في الميديا كمان تحديدا وخاصه يعني. المباراه في حد ذاتها طبعا مباراه كبيره. ويمكن اتوقع ان النهائي الكبير من ضمن الخمس نهائيات اللي هم هيتلعبوا في نفس التوقيت عشان يحددوا الخمسه اللي ترشحوا من افريقيا لكاس العالم ان شاء الله. ايوه مباراتنا مع الجزائر سبقتها تحضيرات كتيره يا اسلام يعني. انت عارف الفترات اللي يمكن تحصلت بعدنا بجيل بعد مننا شويه. نفس المواقف، تحضير بقى معسكر كبير شويه يمكن يبدا قبل المباراه الاولى وينتهي بعد. انا فاكر يا كابتن هشام الكابتن احمد الكاس حكى لي النقطه دي. كابتن احمد الكاس قال لي مره، قال لي اسلام احنا كنا قاعدين في معسكر كابتن الجوهري الله يرحمه كان قافل علينا. وبعدين ساعه التسخين كلنا كنا بنسخن في الممر بتاع الاستاد يعني احنا عارفينه. وبعدين مره واحده فتح الباب الحديد كاننا كلنا نازلين بقى في وسط ال 100,000 متفرج. قال لي دي كانت بالنسبه لنا قوة دفع كبيرة جدا يا كابتن هشام. زي السبق كده يعني. بيكون بيحضرك وفجأة بيفتح لك الباب عشان تنطلق وتاخد الدفعة المعنوية، وفي نفس الوقت الجماهير تفاجأ بيك جماعة كده داخل بسرعة وتاخد اللي هو اللي يعني الثقة من الجماهير. ومفيش شك طبعا الله يرحمه كان خبراته كبيرة جدا، تحضيراته كانت مميزة. تعامله مع المواقف الكبيرة كمان. تحضيره للجماهير وحشد الجماهير كلها خلف المنتخب، انت عشت معاه تجارب كتير برضه طبعا مع كابتن الجوهر الله يرحمه طبعا. هو عنده مميزات كتير الحقيقه. وبعدين هو من ساعه ما تولى المهمه هو كان هدفه واحد، حاجه واحده بس، مش بطولات افريقيا وخلافه، لان احنا كنا شبعنا بطولات افريقيا من جيل الثمانينات، ده جيل عظيم جدا يعني طبعا طبعا على مستوى الانديه او المنتخبات كمان. فهو كان هدفه الحقيقي ان هو مصر ما وصلتش كاس عالم، دايما نقول 34 دي لعبنا فلسطين يعني ماتش واحد. ما كانش في كوره في افريقيا خالص في التوقيت دوت يعني. بدليل ان مصر لعبت فلسطين ما لعبتش فرقه من افريقيا. فكان بيقول يعني هنحسبها ان احنا وصلنا 56 سنه، ما ينفعش مصر في الثمانينات النادي الاهلي بطل افريقيا والزمالك بطل افريقيا والمقاولين بطل افريقيا والمنتخب لوس انجلوس والمنتخب بطوله 86 والمنتخب عمل ايه والالعاب الافريقيه والبطوله العربيه ومنتخب مصر بينقصه شيء واحد فقط لا غير انه يتاهل لكاس العالم يعني. فكان مفيش شك طبعا يعني تحضيراته هايله. استعدادنا النفسي معاه. معاك بسمعك يا كابتن. استعدادنا ان احنا لازم نوصل كاس عالم، مش هدف ثاني، هو هدف واحد بس يا اسلام. هو ده الهدف اللي كان بينظر ليه الكابتن جوهري الله يرحمه. طيب استعدادات اللاعبين اليومين دول يا كابتن، هل نفس الاستاد؟ نفس الاستاد طبعا، الاستاد مختلف، مش قصدي، انا اقصد ان يعني في الاخر استاد القاهره، استاد الرعب، استاد اللي كل المنتخبات الافريقيه لما بتيجي او الفرق الافريقيه لما بتيجي هناك بيبقى عندهم رعب كده مختلف. النهارده او يوم الجمعه يعني هنلاقي 64,400 متفرج، على اعتقد ان هم هيبقوا ماليين استاد القاهره على الاخر. ايه اهم الاستعدادات يا كابتن؟ يعني انت اللاعب كان في الوقت ده بيعمل ايه؟ شوف حضرتك كابتن اسلام، اللعيبه دلوقتي اتطورت كتير ولعبت كتير وحته الجماهير اخذت عليها عكس ايامنا يعني. تتكلم في 33 سنه يا اسلام يعني، ربنا يديك الصحه. وياك يا رب. فالحته دي يعني افضليه للمنتخب المصري، افضليه وجود طبعا وجود الجمهور داعم ليه، لان حتى الملاعب الافريقيه ما تلاقيش في ملاعب افريقيا كتير بالساعه الجماهيريه العاليه ديت يعني. مظبوط طبعا مفيش شك استاد القاهره بيبقى بيضيف للاعب نفسه احساسه انه ملعبه حلم ليه، انه كان يلعب في استاد القاهره الدولي قدام عدد جماهير كبيره جدا. عايز يحقق حلم للمصريين، الجماهير اللي بتشجعه وبتحبه وبتقف خلفه وبتدعمه حتى على مستوى الدوله.
نعم. زي ما قلت لك الدعم الميديا والدعم الجماهيري كبر كبير جدا. ايوه هنا 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 بامانه انا عايز اقول كلمتين يعني. المباراه مباراه كبيره جدا يا اسلام، ومباراه مش سهله يعني. مباراه محتاجه يعني ايه دراسه كويسه قوي جدا من الجهاز الفني للفريق السنغالي مره واثنين وثلاثه. محتاجه ان الجهاز الفني نفسه كيروش هو طبعا المسؤول الاول يراجع يراجع حساباته ويتفرج على مباراه السنغال اللي لعبها هناك في افريقيا، اقرب مباراه واقرب تجربه يعني. يشوف 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 ايه اللي مطروح عنده، ايه خياراته في بدايه المباراه في التشكيل، ايه اللي ممكن سيناريو المباراه اللي ممكن يحصل. دي حاجات مهمه جدا. الراجل انا اتوقع بخبراته الكبيره والعريضه مع منتخبات كثيره جدا ومع منتخب مصر له فتره وعارف كل اللاعبين، رغم ان هو ليه يعني يعني مثلا انا يعني بقول هو الراجل طب لعب بافريقيا بعدد معين وافريقيا كانت لسه قريب، طب هيضيف لعيبه جديده ليه؟ لعيبه بعيد عن المنتخب، طب بيبعد لعيبه ليه؟ طب هو اصراره على 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 لاعب معين ليه؟ انما هي دي مسؤولياته وهو ده اللي هيتحاسب عليه. نتمنى له التوفيق، انما اللعيبه هي بعد ما المدرب بيتولى اللعيبه هي المسؤوله عن الـ عن الـ عن الـ عن الاداء وعن النتيجه وعن شكل المباراه يا اسلام. انت لاعب واشتاق كتير، كابتن جوري كان يقول كلمه كويسه جدا احب اقولها للناس دلوقتي. اتفضل يا كابتن. كان يقول انا عندي 11 لاعب ضد 11 لاعب. انا عندي ثلاثه في الجبهه اليمين، عندي مثلا ابراهيم هشام معهم حسام. كان انت فاكر بيقسم الملعب طولي هو يعني. بالظبط. وكان يجي ناحيه الليفت يقول عندي رمزي وعندي الكاس وعندي مثلا بيمين معاهم جمال عبد الحميد يعني. فكان يقول انا الجبهه دي هتدافع لي كويس وتهاجم، او ان الجبهه الفريق المنافس هي اللي هتبقى اقوى من اللي عندي وارجل من اللي عندي. فاحنا بنتكلم على مثال لو هو لعب بتشكيل معين بتاعه، طب الظهير الايمن مع الديفندر مع الوسط المهاجم اللي قدام الثلاثه دول هل هيبقوا في حاله كويسه ان هم افضل من الجبهه المقابله ليهم من الفريق المنافس ولا هيبقى العكس يا اسلام؟ فاللعيب لعيب كره القدم حاله فرديه وحاله جماعيه. بالظبط. واتمنى لهم طبعا يبقوا في افضل الحالات وان التكتيك بتاع الراجل يعني يتناسب مع المباراه يا اسلام يعني. ان شاء الله. كابتن لو حضرتك حابب توجه رساله للجمهور للجهاز الفني للاعبين من واحد من النجوم واساطير كره القدم اللي وصلونا قبل كده لكاس العالم. لا طبعا بشكرك جدا برضو على الكلام الجميل دوت. بالنسبه للجمهور سند منتخبك وليك بتحضر باعداد كبيره جدا بعد فتره غياب طويله جدا. نتمنى انك تسند وتدعمه من اول دقيقه لاخر دقيقه. ما تتاثرش بغياب هدف ولا بتقادم هدف ولا بالامور دي كلها. لازم نصر مصر بلدنا وشعبنا بشكل حضاري يتناسب مع الفتره الحاليه اللي بنعيشها يعني. نعم. الجهاز الفني واللاعبين. اللاعبين الكره في الملعب، الكره في رجلكم يعني وذهنكم يعني. انا عايز اتفرج على نجوم مصر ولعيبه مصر اشوفها في افضل حال وفي افضل حالاتهم واتمنى لهم التوفيق زي ما اتكلمت قبل كده من شويه. استثمار الفرص القليله اللي ممكن تتاح لينا بشكل بافضل ما يكون يعني. بالنسبه الكلمه بقى اللي بوجهها للعيبه بصفه لاعب يعني سابق طبعا، خط وسط الملعب. اتمنى ان هم يبقوا في الحاله العاليه دفاعا وهجوما، هم دول رمانه الميزان او هم دول اللي يظبطوا الاداء بتاعنا. سواء ان احنا في حاله هجوم دايما وضاغطين السنغال او العكس العكس. بالنسبه للكروش يعني انا اتوقع لو انت بدات بتشكيلك هو اللي انت عودتنا عليه في افريقيا. نعم. وظهر عندك انك انت بتعمل تغييرين متميزين جدا بس متاخرين، ارجو انك تعملهم بدري يعني. لان مباراتنا هنا في القاهره هي اللي هتدينا الثقه قوي في المباراه اللي تبقى في السنغال ان شاء الله يعني. كابتن مصر انا بشكرك جدا 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 على وجودك معانا، النجم الكبير واحد اساطير كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن هشام عبد الرسول نجم نادي المنيا السابق. كابتن هشام عبد الرسول مره ثانيه لمن لا يعرف من هو هشام عبد الرسول، واحد من احرف اللاعبين اللي كانوا موجودين في جيل اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، حصلت له اصابه كبيره ولكن في النهايه واحد من افضل واهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في هذا الجيل ووصل بمصر الى كاس العالم، وكان له دور كبير جدا جدا في وصول مصر الى كاس العالم
1990. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن هشام عبد الرسول. زي ما قلت لحضراتكم، كل اللي يهمني وكل اللي يهم كل مصري ازاي اقدر اكسب هذه المباراه او اطلع بنتيجه جيده من هذه المباراه يوم الجمعه، تالق جميع اللاعبين ان شاء الله. ان شاء الله زي ما الكابتن هشام قال، هو شيء فردي، يعني كره القدم هي فرديه وجماعيه. جماعيه ازاي اعمل تكتيك جماعي مع الفرقه كلها، وفي نفس الوقت انا حالتي ايه كلاعب اليوم ده، انا حالتي ايه كباك رايت اليوم ده، انا حالتي ايه كباك ليفت اليوم ده. يعني ممكن جماعيا انا عارف اقف كويس واغطي كويس من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين وبعمل وقفتي صح وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت فرديا انا مش عارف، كره جايه لي بتبعد عني، اجي اوقفها تبعد عني، ليها كذا حاجه. وبالتالي الشكل الفردي والشكل الجماعي يجب ان شاء الله يكون في افضل احواله يوم الجمعه القادم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وده طبعا تدريب منتخب الوطني المصري وتدريب منتخب السنغال. الحقيقه منتخب قوي، والشباب في السنغال كلهم عارفين، او منتخب السنغال هو منتخب كلهم عالميين، كلهم بيلعبوا في انديه كبيره وعالميه، زي ما عندنا كلنا كل اللاعبين اللي عندنا معظمهم بيلعب في انديه كبيره وعالميه، واخدين راحتهم، بيهزروا كل شويه، ينزلوا صوره على انستجرام على الفيسبوك، على بينزلوا صور كتير الحقيقه وهم جايين من على الطياره، اتصوروا ونزلوا صور. على فكره الحاجات دي يعني ممكن تتاخد من ناحيتين. الناحيه الاولى ان هم بيطلعوا نفسهم بره التوتر، وبيقولوا ان احنا اهو كويسين وبنهزر وبنضحك وكل حاجه، وفي نفس الوقت ممكن تقول ان هم مش في دماغهم، لكن هم متاكدين وعارفين كويس جدا هم بيلعبوا واحد من افضل المنتخبات الافريقيه على مر التاريخ. على مر التاريخ منتخب مصر سيظل اسم كبير، ومصر دايما هتفضل كبيرة بولادها. عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله يوم الجمعة القادم يكون الكل في ظهر بلده، الكل في ظهر منتخبنا. زي ما قلت لكم، ولا أهلاوي ولا زملكاوي ولا أي شيء آخر، هو الكل باسم مصر إن شاء الله يوم الجمعة القادم. كيروش بين حلم الفراعنة ومجد نهاية المشوار، ده تقرير. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. تعددت الدوافع لدى منتخب مصر ومديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على السنغال في المباراة الأولى للجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي. بدافع تاريخ وحب كرة القدم وتكرار إنجاز 2018 بالصعود للمونديال، يتسلح الجيل الحالي من لاعبي منتخب مصر الذي لم يشارك في تاريخه سوى 3 مرات سابقة في كأس العالم، وستكون المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب مصر للمشاركة في نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين حال نجاح الجيل الحالي في تخطي عقبة السنغال. أما عن مدربهم البرتغالي كيروش، فيملك رغبة جامحة لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، بعدما قاد منتخب جنوب إفريقيا للتأهل إلى المونديال عام 2002، ثم منتخب البرتغال في كأس العالم 2010، ومرتين مع المنتخب الإيراني في نسختي 2014 و2018. حلم كبير ينتظره منتخب مصر وينتظره كارلوس كيروش، ومن خلفهما جمهور عظيم يعشق علم بلاده ويتمنى ظهور منتخبها في كأس العالم. كل الناس بتقول يا رب، وهنفضل نقول يا رب لغاية يوم الجمعة القادم. مين اللي يلعب؟ يلعب اللي يلعب. شناوي، أبو جبل، صبحي، عمر كمال، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، ياسر ابراهيم، احمد فتوح، ايمن اشرف، سلية، حمدي فتحي، النني، زيزو، محمد صلاح، مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد، اي حد
مروان حمدي، اي حد من المجموعه اللي اتمنى ان انا ما اكونش نسيت حد، لكن اي حد من المجموعه اللي اختارها كارلوس كيروش كلنا هنقف في ظهر هؤلاء اللاعبين، لان الكل الحقيقه يستحق ان احنا دايما نكون واقفين في ظهرهم. الكل يستحق، او اسم مصر يستحق مننا كمصريين ان احنا نبقى واقفين في ظهره خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نقرا اخبارنا، اخبار البيت الكبير. عايز ابدا مع حضراتكم بخبر الحمد لله قد تكون دائما الاستجابه قادمه، بمعنى من هذا البرنامج ومن هذه القناه، كل قناه النادي الاهلي وكل اعلام النادي الاهلي الرسمي اللي موجود في هذه القناه اتكلم عن يا جماعه هنلعب ازاي يوم واحد ولا يوم اتنين ضد الهلال السوداني مباراه مهمه زي دي، وانا كالاتحاد الافريقي احنا اللي اجلنا المباراه من يوم مباراة منتخب مصر ضد السنغال من يوم 28 ل 29، لأنه ما كانش ينفع ألعب 25 في القاهرة ويوم 28 في السنغال. فأجلت مباراة منتخب مصر مع منتخب السنغال يوم، وبالتالي يجب أن يتم تأجيل مباراة الأهلي والهلال. قلنا وكنا دايما بنتكلم كده، والحمد لله إن في ناس بتسمع. في ناس بيوصل لها الكلام اللي بنقوله. في ناس بيوصل لها الكلام اللي الأهلي عايزه. عشان كده أول خبر عندي النهاردة، الكاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال السوداني ل 3 إبريل. المباراة زي ما قلت لحضراتكم كانت يوم 2 إبريل، يوم السبت 2 إبريل، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أجل مباراة الأهلي والهلال السوداني 3 إبريل. المباراة تقام على ملعب الأهلي والسلام في تمام الساعة 10 مساء. ليه 10؟ لأنه زي ما حضراتكم عارفين كل سنه وانتم طيبين، هيبقى اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان، يعني هيبان يوم الجمعه اللي جاي، مش الجمعه اللي بكره، اللي بعد بكره، اللي بعديها ان شاء الله هيبان اذا كان يوم 3 ابريل ده اول ايام رمضان، لكن في الغالب هو يوم 2. وتم تعيين الدولي الزامبي سيكازوي حكما لهذه المباراه. زي ما قلت لحضراتكم يعني دايما بنحاول، والنادي الأهلي صوته مسموع وإعلام النادي الأهلي صوته مسموع في كل مكان، لأنه كان يجب عندما تؤجل مباراة من 28 ل 29 لازم تأجل المباراة من يوم 2 ليوم 3. وبنشكر طبعا الاتحاد الإفريقي على الاستجابة. الأهلي يعود الأحد المقبل. أنا بس قبل ما أروح للأهلي يعود، أنا عايز أقرأ الأخبار بسرعة لأن عندي، لكن الكلمتين دول الحقيقة لازم أقولهم. أنا زعلان عليهم مش زعلان منهم. فاكرين الكلمة دي ولا مش فاكرينها؟ أنا عندما سئل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على اللاعبين اللي مشوا من النادي الأهلي على مر الفترة اللي فاتت، يعني مش على حد معين لكن على مر الفترة اللي فاتت، عندما سئل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. الحقيقة مع كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بيعدوا بنعرف أن هذه الكلمة هي كلمة مهمة جدا وستظل خالدة للأجيال القادمة، علشان بنشوف إيه اللي بيحصل وبنعرف قد إيه أن الأهلي ده كبير قوي. الأهلي أكبر اسم، اسم نادي الأهلي أكبر من أي حد، أكبر من أي حد مهما كان، أكبر من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مهما كان اسمه، أكبر من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مهما كان اسمهم، أكبر من أي حد. هو ده النادي الأهلي، هو ده اسم النادي الأهلي. أنا بس تذكرت هذا الموقف فقلت أتكلم فيه مع حضراتكم. الأهلي يعود يوم الأحد المقبل لاستئناف تدريباته استعدادا للهلال السوداني. إن شاء الله يوم الأحد أول عودة للنادي الأهلي في التدريبات. صلاح محسن يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للتدريبات، إن شاء الله ترجع بكل سلامة. صلاح محسن أول ما ابتدى يمشي والدنيا تبقى تمام جاله إصابة قدرية وحاجة بتاعت ربنا، لكن في النهاية إن شاء الله يعود لنادي الأهلي بألف سلامة. منتخب مصر يؤدي مرانه في ثالث أيام المعسكر استعدادا للسنغال، ومحمد صلاح طبعا اجتمع مع لاعبي المنتخب. خلي بالكم من الأكل والشرب ولازم نشد أمام السنغال، ده الكلام اللي قاله النجم محمد صلاح لكل اللاعبين. رئيس الاتحاد السنغالي بيقول 45 ألف متفرج سعة ملعب مباراة العودة أمام مصر.
انت عندك 64400 ده الرسمي، شوف بقى كم واحد هيبقى متواجد في هذه المباراة، وده الساعة الرسمية. المستشار الإعلامي للاتحاد السنغالي بيقول إيه بقى؟ خدوا بال حضراتكم من حتة كده، إيه تنويم مغناطيسي، ها؟ خدوا بالكم لأن الكلام ده منتشر خلال هذه الفترة. حظوظ مصر أكبر في التأهل وعلينا الحذر. متشكرين يا سيدي. أنا بقى بقول إن حظوظ السنغال أكبر وعلينا الحذر. كابتن نبيل معلول بيقول مصر أفضل من السنغال جماعيا، ولا بد من مشاركة أفشة أساسيا، النجم الكبير ونجم المنتخب تونس السابق والمدير الفني للتونس السابق والمدير الفني للترجي وعدد كبير من الأندية. كابتن نبيل قال إن لازم أفشة يلعب في هذه المباراة. النجم الكبير كابتن مؤمن زكريا قبل مواجهة السنغال بإذن الله مصر في السنغال، ده كابتن مؤمن زكريا. الحقيقة أنا من وجهة نظري، وأنا آسف إن أنا بتدخل في هذا الأمر، النهاردة تم دعوة عدد من أساطير، بناء على البيان اللي طلع من اتحاد كرة القدم، دعوة عدد من أساطير كرة القدم أو أساطير منتخب مصر خلال السنين اللي فاتت للمباراة القادمة. أوكي أنت تدعو اللي أنت عايزه كاتحاد كرة، ولكن أنا كانت وجهة نظري إن واحد زي مؤمن زكريا لازم كان يبقى موجود في هذا في هذا الحفل الكبير أو في هذه المباراة الكبيرة. وجهة نظري يعني بقولها ومش قصدي حاجة، واللي عايز يسمعها يسمعها، اللي مش عايز هو حر، لكن كان يجب على اتحاد كرة القدم زي ما دعا عدد كبير من أساطير بناء على الكلام اللي خرج من الاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة أساطير كرة القدم المصرية لحضور مباراة مصر والسنغال. كنت أتمنى أن يكون من ضمن هؤلاء الأساطير كابتن مؤمن زكريا. مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قبل السنغال، خدوا بال حضراتكم منتخب مصر لم يتعرض لأي خسارة خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 22 في 6 مباريات خاضها بهذه المجموعة. بعثة السنغال تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الفراعنة. دي بعض الصور زي ما قلت لحضراتكم، هم ناشطين جدا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. منتخب مصر لا يعرف الخسارة مع الحكم الكونغولي جون جاك نادالا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار الحكم الكونغولي جون جاك نادالا لإدارة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب دور الحسم لتصفيات كأس العالم 2022. يا رب إن شاء الله كل التوفيق لطاقم التحكيم في هذه المباراة، إنه هيفرق كتير جدا جدا جدا. مواعيد فتح وغلق استاد القاهرة في مباراة مصر والسنغال. البوابة هتفتح من الساعة 2 أو 3 عصرا على أقصى تقدير، على أن يتم غلق الاستاد الساعة 7 مساء أمام المشجعين. عايز تروح؟ تروح في الفترة من الساعة 3 أو من الساعة 2 للساعة 7. تذكرتي الطرح الثالث من تذاكر مباراة مصر والسنغال متاح الآن. تمام؟ صراع صلاح وماني ومعلول وديانج الأبرز، 5 منتخبات إفريقية تنتظر تأشيرة المونديال. زي ما حضراتكم عارفين منتخبات كثيرة جدا، احنا الحقيقة الواحد مش مركز بصراحة في أي حاجة، أنا مركز في مباراة يوم. أنت كمان بتركز كجمهور؟ أيوة بركز، وعايز منتخب يكسب إن شاء الله، وعايز كيروش إن شاء الله يبقى مركز، وعايز اللاعبين يبقوا مركزين عشان نقدر نكسب هذه المباراة. آخر خبر عندي، فيفا يعلن طرح تذاكر كأس العالم 22 للبيع عن طريق الشراء المباشر. خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد هذا الفاصل. هستقبل 3 من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن أسامة عرابي، والنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، والنجم الكبير كابتن أحمد بلال. هنتكلم فنيا عن مباراة يوم الجمعة القادم، هذه المباراة الهامة جدا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا، شرف ومنور. الله يخليك. انتوا قاعدين لي قاعده الحقيقه غريبه جدا، يعني المفروض كان الكابتن عادل اللي يقعد هنا وعشان اجي واحده واحده. اللي هو صح؟ بدل ما عدي بلال هم
يعني طبعا بعد الكابتن اسامه لازم اقول الكابتن عادل. ازيك يا كابتن؟ الكابتن اسلام الله يخليك. الحمد لله. ازيك يا كابتن بلال؟ الله يخليك. ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ ايوه صح. كان لازم نقسم لازم نلف ونعمل وبتاع. ازيك يا كابتن اسامه؟ الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله. كابتن اسامه، اولا يعني مباراه منتخب مصر مع منتخب السنغال بشكل عام، بشكل عام الاول، كيف ترى هذه المباراه؟ مباراه مش عايز اتكلم على قائمه ومش عايز اتكلم على اسماء، لكن انا بتكلم بشكل عام. مباراه من اهم المباريات اللي هتبقى في تاريخ الكره المصريه، زيها زي مباريات كتيره قبل كده، مصر والجزائر سنه 90. انت كنت موجود يا كابتن؟ كابتن عادل اللي كان انا لا كنت موجود، رحت كاس عالم بس ما لعبتش المباراه الماتش ده. لا لا انا كنت مصاب قبل ساعه التصفيات، كنت مصاب. زي مباريات كتيره جدا مهمه في تاريخ الكره المصريه، مصر والكاميرون 86 مثلا اللي حصل فيه ضربات جزاء، يعني ماتش فاصل لبطوله عالميه. انت بتلعب منتخب كبير جدا، ايوه، المنتخب السنغالي من افضل المنتخبات اللي في القاره، والدليل على كده ان خد بطوله افريقيا الاخيره، وانت اللي كنت المنافس او اللي خدت المركز الثاني، يعني الفرقتين اول وثاني هيلعبوا بعض يعني. فهي مباراه ما فيش شك ان هي صعبه، وانا متصور ان او شبه متاكد يعني ان كره القدم فيها مفاجآت وفيها متغيرات، يعني انا متاكد ان اللي هيكسب مننا احنا الاثنين مش هيطلع الا غير بشق الانفس وبعد المباراه الثانيه. يعني سواء مصر هتصعد ان شاء الله باذن الله او المنتخب السنغالي، الموضوع هيبقى صعب جدا ومش هيتحسم في القاهره، يعني الحسم هيبقى هناك في السنغال، في مباراه السنغال، لان المباراه هتبقى متقاربه، المباراه صعبه هنا جدا وصعبه هناك جدا على الفرقتين على فكره، يعني رغم ان المنتخب السنغالي ما فيش شك في مباراتنا بتاعه الامم الافريقيه كان افضل اثناء المباراه يعني، لكن قدرنا نوصل لضربات جزاء وهو كان موفق انه خد البطوله بضربات الجزاء، فهم يملكوا نجوم كتير، احنا نملك نجوم كتير، فانا شايف ان المباراه مش هتبقى سهله على الفرقتين. احنا لازم نستغل وجود ان شاء الله 60,000 متفرج اللي هيبقوا متواجدين في استاد القاهره، لازم نستغل الموضوع دوت، نعم، ونحاول نكسب المباراه باي طريقه وباي نتيجه على فكره، يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا بلعب السنغال يبقى انا عايز اكسب مثلا 3-4 ولا يعني الماتش الثاني ما بقاش لي لازمه، لا ممكن، بس أيوه. انك المهم انك تعرف تكسب المباراه وبعد كده يحلها الف حل. طبعا هو يعني نمره واحد انك تعرف تكسب المباراه، نعم، 1-0 بقى، نعم، 2-0، 2-1، هو طبعا الافضل ما يخش فيك اهداف، بس المهم انك تكسب المباراه هنا. دي مهم، نقطه هتبقى فارقه، ولذلك الجماهير هيبقى ليها دور السحر، دور كبير زي ما بيقولوا، نعم، لانه يعني الحماسه والدفعه اللي تديها للعيبه، بس اتمنى ان هي تكون خلال ال 90 دقيقه كلهم، لان المباراه زي ما قلنا انت ما بتلعبش منافس بعيد عنك قوي فانت بسهوله هتكسبه، وان ال 90 دقيقه هتبقى معاك انت بس في اتجاه واحد، لا، المباراه هتبقى رايحه جايه، ممكن يبقى فيها هجمات عليك في فترات، انت بتهاجم في فترات، فلازم الناس اللي رايحه تشجع انها تبقى مامنه بالفرقه ومسندها لغايه لما الحكم يصفر، لانه المكسب ممكن يجي في اخر ثانيه، يعني نعم، مش ضروري تكسب من اول المباراه، تمام، فان شاء الله الجماهير دي هتبقى ليها دور وتبقى دافع وحافز كبير او دافع كبير للعيبه ان شاء الله. كابتن عادل، الاستعدادات، شايف الاستعدادات ازاي خلال منذ بدايه المعسكر وحتى الان؟ يعني انا شايف انه في تركيز، انا مش شايف الحته اللي كانت بتتعمل زمان، الزيارات والحاجات دي، شايف انه الصور وبتاع، محمد مش عارفين نجيبه، محمد صعب شايفين ناخد معاه صور، والتصوير والحاجات دي، شايف ان في قفله كويسه وفي مسؤوليه كبيره على المنتخب يعني، ومقفلين كويس. ويمكن الحاجه الثانيه المهمه انه الاختيارات والحاجات دي كلها ما حدش اتكلم عليها كتير، ولا حد انتقد ولا اي حاجه، يعني انتقد خلاص، عدت علشان الناس كلها مركزه مهما حصل، الاسماء اللي انت خدتها مستر كروش، فاحنا كل الناس تتمنى انه ان احنا نوصل ونكسب. بس هو في كلمه عايز اقولها على اهميه المباراه دي، ان دي نهايه جيل من وجهه نظري، يعني نهايه جيل، بمعنى مش هيلحق كاس العالم اللي جاي، يعني كتير طموح، يعني جيل بقى نقدر نقول عليه طموح جيل، ما راحش كاس العالم
واخر كاس عالم ليه اللي هو راح 18 اللي هو صلاح وحجازي والناس دي، اظن هم برضو نفسهم ينهوا كويس دوليا يعني. نعم. لان هيبقى الكاس العالم 4 سنين بعد كده، فاكيد هيبقى في استعداد كويس او مستعدين كويس وتركيز كويس. وانا شايف ان كمان خسارتنا لانهاء البطوله حافز كبير وليس حافز يعني مش للسنغال سلبي مش ايجابي. لا إيجابي، انا رايي انه ايجابي مش سلبي لمصر اكتر من السنغال يعني. بلال، ماذا قدم كيروش لمنتخب مصر؟ لا كيروش قدم انه وصل بينا طبعا للفاينل كاس الامم طبعا، وده كان شيء الحقيقه غير متوقع الحقيقه. مفيش يعني لما لو سالت اي حد في الشارع قبل البطوله كان اكثر اللي يعني المتفائلين هيقول لك مثلا دور الثمانيه دور السيمي فاينل، يعني ما كانش حد يتوقع اطلاقا ان ممكن مصر توصل للدور النهائي يعني وتلعب السنغال، وكمان مش بس كده انك برضو يعني تتهزم او تخسر البطوله بركلات الترجيح. يعني دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الحقيقه بص انا يعني انا بغض النظر عن المستوى الفني لمنتخب مصر وبغض النظر عن الاداء وطريقه اللعب والاختيارات، انا شايف ان هو راجل عنده حزم شويه. أوكي. يعني هو راجل حازم يعني واضح من المعسكر اللي موجود في الوقت الحالي ان لا مفيش صحافه كتير، مفيش تلفزيون كتير، مفيش خروجات، في تعتيم كامل على المنتخب، في تركيز واضح ان في تركيز بشكل كبير جدا، وده شيء مطلوب حتى لو لا قدر خسرت البطوله. فانت بتاخد بالاسباب يعني، هو اخذ بالاسباب الحقيقيه يعني. احنا لو نتذكر السنين اللي فاتت قبل كده كلها اي مباراه بتبقى صعبه جدا للمنتخب او فيها حسم بتلاقي بقى التصوير والاعلانات والتلفزيون والمعسكر مفتوح يعني. ده يحسب لكابتن وائل جمعه كمان، ويحسب طبعا لوائل طبعا. ده وضع طبيعي طبعا يعني، ما هو ده المدير الفني وده المدير الاداري وده المدير الفريق او مدير الكوره يعني. المنتخب تمام او مدير المنتخب طبعا. وائل هو بطبيعته وائل يعني شخصيه قادر على حازمه وعنده كده. وعنده قياده، وهو جاء الوقت فتره من فترات كان يعني كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي يعني، فوائل بطبيعته هو شخصيه حازمه شويه. فيحسب لكروش طبعا التنظيم، يحسب لكروش ان هو يعني دايما عنده حاله من التفاؤل. يعني انا بشوف كل تصريحاته حتى على تويتر لما بيكتب الحاجات اللي بيكتبها اللي بنقراها، يعني دايما هو مستعد، دايما متفائل، دايما بيدي بوزيتيف انرجي للعيبه وللجمهور يعني ده عايز مسانده. هو حاسس انه عنده امل كبير جدا انه يروح لكاس العالم 2022، كاس العالم في قطر يعني، هو حاسس بكده. فده شيء جيد على فكره، شيء ايجابي جدا، ومعيش اللعيبه الحاله دي. يمكن انا من ضمن الحاجات اللي وصلتنا برضو للفاينل ان اللعيبه كانت حاسه ان هي ممكن تعمل حاجه. احساس اللعيب نفسه وطموحه تمام يعني بيجي من المدرب. المدير الفني هو دايما على فكره لما يديك ثقه ويخليك يعني دايما عندك رغبه في المكسب، يعني دي برضو حاجه تحسب للمدير الفني. اللعيبه بتستجيب، لعيبه منتخب مصر بتستجيب، لان في لعيبه كتيره جدا عندها خبرات ولعيبه محترفه ولعيبه عندها امكانيات ولعيبه زي ما قال كابتن عادل من شويه عايزين يروحوا الحته بعيده في تاريخ وفي الاسم في كره القدم. فانا شايف ان مستر كروش قدر يستغل الحاله دي والتوليفه دي ويروح لمصر بالفاينل، وان شاء الله يعني نتمنى باذن الله ان احنا نصعد لكاس العالم بمشيئه الله. جلسات التحفيزيه يا كابتن بيبقى لها دور مهم، كيف يستخدمها كارلوس كيروش في هذا التوقيت؟ طبعا ما فيش شك الجلسات التحفيزيه بس مش هتبقى من مش 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 من مستر كيروش بس. ايوه يعني بلال لسه بيتكلم على وائل جمعه، بيتكلم على ضياء السعيد الحضري كمان الحضري شوقي الثلاثة أو الأربعة عندهم خبرات كتيرة جدا سواء مع النادي الأهلي سواء مع منتخب مصر سواء بعضهم حتى احترف في الخارج. فالثلاثة خدوا بطولات إفريقية، الأربعة خدوا بطولات إفريقية، يمكن هم ما وفقوش إن يروحوا كأس عالم ثلاثة منهم اللي هم طبعا ضياء كان في الجيل الأقدم، لكن أنا بتكلم على كمان عصام وشوقي ووائل ما راحوش كأس عالم، فأكيد أمنية ليهم كان كمدربين حتى بقى كمدربين يعني أمنية كبيرة ليهم، جيل حقق 3 بطولات إفريقية ورا بعض لكن ما كانش ليه نصيب. فأكيد التحفيز مش هيبقى بس من أو الدوافع اللي اللعيبة هتاخدها والتحفيز مش بس من مستر كروش، أكيد برضو من الرباعي اللي هو المساعد ليه. لانه المدير الفني الاجنبي صحيح هيديك دوافع لانه هو الاساس وهو القائد، ولكن في حاجات كده بتبقى بين المساعدين المصريين واللعيبه اكتر شويه. في اوضه اللبس مع حد،
مع واحد مع اثنين مع مجموعه وانت قاعد في المطعم بتتكلم معاهم وانت في اوضه اللبس معاهم انت في اوضه النوم بتاعتهم فهيبقى ليهم دور كبير جدا في الموضوع دوت أيوة. مع الاساس طبعا اللي هو مستر كروش لانه الـ يعني دي مهمه من مهمات الكبيره للجهاز الفني غير النواحي الفنيه طبعاً. والحاجات دي لكن اعتقد ان اللعيبه نفسها كمان من داخلها حتى لو ما فيش حد بيديها دوافع بس انا متاكد طبعا اكيد بيكلموهم كلهم هم نفسهم عايزين يحققوا حاجه لنفسهم اللي, أيوة. اللي راح كاس عالم اللي فات نفسه يحقق تاني مره هتبقى اول مره في تاريخ مصر ان يروح دورتين ورا كاس بعض. عالم ورا بعض ففيهم ناس لعبوا البطوله اللي فاتت زي صلاح زي الشناوي يعني كتير لعبوا حجازي كل دول لعبوا الدورات اللي فاتت يتمنوا يلعبوا دوره تانية متتاليه واللي ما راحش اكيد يعني حلم الوصول للمونديال ده هيبقى قدام عينه طبعا وهيبقى هو نفسه بيخلق لنفسه دوافع صح. انه يروح يلعب يعني كابتن عادل وانا بتفرج ما اعرفش حضرتك ملاحظ الموضوع ده لا انا شايف ان الوشوش مركزه بس مبسوطه يعني انت تفهم احنا يعني احنا كلكم طبعا نجوم كبار وعارفين الكلام ده كويس الفرق ما بين الوش الشاحب والوش اللي احنا شايفينه ده فرق كبير قوي ده بيعمله الجهاز الفني ده جهاز فني ولا اللعيبه نفسها ابتدت تدرك مسؤوليه قوي كبيره وكل حاجه ولكن في نفس الوقت انا مسؤوليتي ان انا ابقى كويس في المباراه هو طبعا يعني بص صلاح يا كابتن احنا ما كناش بنشوف صلاح بالشكل ده في الوقت بتاع كاميرون اعتقد يعني معرفش اقول ده وجهه معرفش وجهه نظر لا يعني انا عايز اقول لك حاجه الشد العصبي بتاع المباراه اصلا ومسؤوليه المباراه تخلي الجهاز الفني لازم يبعد عن الشده شويه ويفك شويه اوكي دي واحد اتنين اختلفت اللعيبه عن زمان زمان حته انك انت التركيز بتاعك العلم ما كانش قوي التركيز بتاعك انك انت لازم تكون مقشر لازم تكون يعني الحاجات دي دلوقتي التركيز ما بقاش بالشكل ده علم في علم يعني انت ممكن تكون بتضحك وبتعمل بس مركز في حاجات اشارات وحاجات كده وفكر بيعملوه الدكاتره النفسيين وبيعملوه المدربين في الوقت الحالي اللي هو اللي هو يخليك لذيذ وكل حاجه بس انت مركز في اللي انت شايفه انت اللي مركز انت بتعمله يعني وممكن تكون في كل لعيب ليه مفتاح من المفاتيح بتاع تركيزه ممكن تكون في الضحك ممكن يكون في الكلام ده نوع من التركيز يعني ما بركات كده بالمناسبه بركات ما كانش يعني ما كانش تركيزه ان هو يكشر ويعمل وبتاع على عكس وائل جمعه جمعه كان تركيزه كله ان هو ساكت هقول لك مكشر ومتجهم ما ينفعش تضحكه صح هقول لك ليه بقى دي بالذات لو رجعت كل اللعيبه المجتهدين والاقوياء واللي هم عندهم حته ما بيعرفوش يلعبوا كرة يعني اللي تقدر تقول عليهم مش مهاريين من الاخر يعني دوائل كان بيحب الترفوت على وشه كمان لا هو معترف على فكره هو معترف لا يعني اللي هو هو كان بيحط والله بجد انا عارف يعني بيحط الترفوت على وشه عشان ما حدش يكلمه بس دي حقيقه يعني كل اللعيبه المجتهده اللي عندها قوه ولعبها فيه اجريسيف وقوي واحتكاك وحاجات من دي لازم يكون مركز طبعاً قوي طبعاً. هو في حاله ان هو ده اللي هينجحه صح لان هو مش لكن بركات كان مهاري بركات زي وليد صلاح الدين ما كان برضو بيهزر وبيعمل لانه مهاري ما كانش التركيز بتاعه او رضا عبد العال ما هو كان كده يعني في بص تلاقي كل اللعيبه المهاريه اللي هم بيبقوا كده بس هو في نقطه انا كنت عايز اتكلم فيها اتفضل انا شفت كروش في كاس الامم وكاس العرب حلو شفته في البطولات مركز قوي هنا انا شفته في البطولات المجمعه لازم دي وظيفه ضيا وعصام ووائل وشوقي لازم يفهموه حاجه ان المباراه ذهاب وعوده حاجه تانية في افريقيا مش في اوروبا لان انت اتخدعت قبل كده من الامريكي كان اسمه برادلي اتخدع اتخدع في غانا ليه افتكر كان معاه كابتن ضيا بالمناسبه وكان معاه كابتن ضيا افتكر ان الموضوع رايح جاي انك تلعب جوه زي ما تلعب بره اسرار افريقيا غير اسرار اوروبا مظبوط مجموع المباريتين لازم يلعب قوي يا كابتن لازم يلعبها بشكل اخر لانه لما يلعب هنا زي ما قال الكابتن اسامه مش لازم انك تكسب كتير زي زمان
ولكن لازم مفيش الكلام ده. لا لكن لازم لكن لازم كتير. لا الكتير زمان امتى يا كابتن كسبنا زمان ده امتى اللي هو امتى كسبنا كتير يا كابتن؟ لا تصفيات كاس عالم مع الفرق. لا احنا صعدنا مرتين يا كابتن. لا في فرق انت كسبتها ثلاثة أو أربعة في تصفيات مع الكابتن جوهر في البداية. كاس عالم يا كابتن كلمة كاس عالم ما كان كاس عالم. انت مرة انت عارف احنا مرة كسبنا الجزائر 5-2 5-2 تصفيات كاس عالم في تصفيات كاس عالم. مش في ما اقصدش مش في الفاينل قصدي. لا ما كانش في فاينل ساعتها كان تجميع. ما كانش في فاينل. لكن اللي انا كنت عايز اقوله وحاجة مهمة قوي انه انت دلوقتي يا مستر كروش لازم تعرف اسرار الحتة بتاعت المباراة دلوقتي. الكتير انك تكسب مش اقل من 2-1-0 بالنسبة لفرقة السنغال في الجو اللي هنشوفه في السنغال. أنا من وجهة نظري هيبقى فيه صعوبة. 0-0 في صعوبة أكبر. لكن 2-0 الجون الثاني يا كابتن أسامة من وجهة نظري. الجون الأولاني ماشي ونتمنى ونتمنى الثالث كمان. بس احنا بنتكلم انه فنيا بقى يا كابتن انتوا ناس مكسب فنيا كمان يا كابتن أسامة يعني أعتقد إن فنيا يعني مباراة صعبة. لا هم فرقة بص ايوه ما هو ده يعني هو ده اللي الكابتن أسامة بيتكلم عليه ان هو انت يعني 1-0 ماشي ما علشان 2-1 و 2-0 3-0 مش مشكلة طبعا يا ريت. لكن الفني اللي احنا بنتكلم عنه لا علشان هم فنيا بقى خط وسط كويس عشان هم فنيا اللي انا بقوله لك ده اللي هو انك لازم تكسب 2 عشان تبقى مرتاح معاهم. ايوه لازم اكسب ازاي تكسب ازاي يا كابتن؟ قول بقى كابتن دي الفكرة انك هتكسب اكسب ازاي 2 ازاي؟ اتمنى نكسب احنا عايزين نكسب 3 يعني احنا عايزين نبقى 3-4 يعني هناك اف 11 بالظبط كده ان شاء الله مدد مدد وننزل كروش يقف معانا كمان ما فيش يعني مشكله ما هو الـ 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 سر المباراتين اللي انا بتكلم عليهم. سر المباراتين في انك ازاي في بلدك تستغل المباراه. الكلام بتاع الفرق بتلعب جوه زي بره ده اوروبا بس الى الان افريقيا لا في مصر يعني السنغال وجهه نظري انا بقى السنغال بتلعب في مصر كانها بتلعب في اوروبا صحيح معلش ملعب حلو اجواء ملعب كويسه حلو اجواء كويسه الجو حلو النهارده بقول لك ايه الجو يوم الجمعه مش عارف صح. 24 22 صح. ولا 21 صح. بالليل صح. فهتلاقي الجو عالمي خلاص الملعب مفيش احلى من كده الاستاد مفيش احلى من كده الجو مفيش احلى من كده كل حاجه بتلعب منتخب ما بيضربكش ما بيعملكش مش بتاع مش بيغلس عليك اوضه لبس زي الفل احسن اوضه في تاريخ افريقيا ما انت برضو في السنغال الملعب بتاعهم مش بطال ملعب كويس جديد لسه ملعب جديد الفكره فنيا من الملاعب الكويسه الجو ممكن يعني هو ايه بقى يبقى ضدك هناك ممكن يبقى عشان كده بقول لك هو بالنسبه له الجو هنا هو متعود على اوروبا ما هو ده السر اللي انا بقول لك عليه في الاخر انك 2-0 يريحك برضو من كل الظروف نفسنا نكسب 3-4 يعني اصل لا يا كابتن كان 2 بقى بص يا اسلام زيد 1 كمان 3 اي بقى جميل 2-0 دي معناها ان انت هتلعب جيم ضاغط من البدايه تلعب جيم مفتوح من البدايه مش هتستنى تمام مين اللي يلعب جيم مفتوح هو عشان نكسب 2-0 يا اسلام كارلوس كيروش يعني هنكسب 2-0 ازاي يعني اللي هو زي ايه يا كابتن معلش لاعب جيم مفتوح معلش هو من في كاس العرب لعب جيم مفتوح مع حد غير مع السودان مثلا لا مع الفرق الكبير معظم الفرق اللي ما انت كنت ديفوار ما لعبتش جيم مفتوح لعبت جيم بالظبط مع المغرب نفس الموضوع بس مع المغرب تطورت الشوط الثاني يعني الثاني والثالث والرابع بالظبط صح تمام مع السنغال والكاميرون برضو نفس لعبت جيم مقفول لعبت جيم يعني اللي هو زون من نص ملعب وبتلعب على هجمه مرتده النهارده هو بس صعوبه الماتش في ان هو ماتشين يعني صعوبه الصعود يعني المرحله دي ماتشين يعني. شوطين هنا وهناك انت مطالب هنا انك تكسب فانت كل دقيقه بتمر عليك انت مضغوط كل دقيقه بتمر عليك انت مضغوط مضغوط ليه لان انت عايز تكسب لان انت خلاص انت عندك شوط تاني هناك مطالب فيه ان انت تعمل كل حاجه تمام او مطالب فيه هناك ان انت تحافظ على المكسب اللي انت هتحققه هنا فانت هنا في مصر عشان تكسب 2 لازم تنزل من بدايه الشوط الاول ضاغط على فرقه السنغال لازم تحاول انك تستغل سرعات ومهارات اللعيبه اللي قدام ده هيبقى على حساب الجانب الدفاعي لا كتب. مش بالشكل ده ما هو انت ما هتلعب هتلعب على هجمه مرتده يا كابتن في مصر لا اقول لك حاجه كابتن هتبقى صعبه جدا لا خليني اقول لك يعني لو لعبنا هنا في مصر على هجمه مرتده لا واديت السنغال الفرصه ان هم بص اصل هم كابتن المشكله عندهم ان هم كمان عندهم لعيبه حريفه قدام لا يعني حريفه وسرعة واقوياء خد بالك يا سنهم ايه 27 29 طبعا يعني خد الكره عالي قوي مش سرعات بس
يعني مش هو مش هيلعبك على هجمه مرتده، لا ده عايز يستلم واحد ضد واحد ويروح يعدي. ايوه صح، برافو عليك، فاهم قصدي؟ فهو مش هيلعب على هجمه مرتده سريعه، استحاله. لا مفيش كلام، انت لو سبت له الاستحواذ يا كابتن يبقى انت كده هتقضي على الجيم من بدايه الماتش، لان هو اوريدي بيعرف يلعب في المساحات الصغيره، بيعرف يلعب في دي بشكل كويس. بس هو حته الضغط العالي اللي انت بتتكلم عليه، مفيش فرقه في العالم هتقدر تضغط. البرازيل لو لعبت اقل فرقه في العالم مش هتلعب طول الماتش الضغط عالي. مش طول الماتش ليه انا بتكلم على تقسيم الاوقات. وبعدين الضغط العالي، معلش يا كابتن اسامه، ما هو الضغط العالي ده ممكن يوديك لحته ثانيه خالص. الضغط العالي ده انت بتعمل قدام بيفتح ورا طبعا. ما هو انت لازم، انت لازم يبقى في توقع، انت لازم، ما هو لازم تضغط يا اسلام، بس لازم يكون في صعب قوي الماتش ده بالذات. الماتش ده لانك مطالب انك تكسب. انت عايز تكسب يا اسلام الماتش ده، عايز تكسب. اسلام عايز الحته اللي انت قلتها دي، ده 103 مليون قاعدين. طبعا 103 مليون تشكيل، و103 مليون تغيير، و103 مليون كل حاجه. لا انت لازم يكون في ذهن اللعيبه انك لازم تكسب الماتش هنا، فغصب عنك بمزاجك او مش بمزاجك لازم في وقت، وبالذات في الوقت الاولاني، انك تضغط وتستغل وجود الستين ألف متفرج. مظبوط، طبيعي. ولكن هو بقى الصعوبه النقطه دي قبل ما تكمل الصعوبه، هل ده بيبقى طبيعي من اللاعب؟ يعني ان انا نازل 60 70 ألف حتى لو المدرب ما قاليش اضغط هضغط، انا يعني ما اعرفش. طبعا بيبقى فيها جزئيه من اللاعب، ولكن في الاغلب لو هو مدرب مسيطر على اللاعبين، لو هو عايز يلعب مثلا تلت الملعب، عايز يلعب من تحت اكتر زي ما كان بيعمل اللي هو هيكتور كوبر. كوبر كان حتى في ملعبنا هنا تلاقيه في نص ملعبنا ويلعب على هجمه مرتده لصلاح، وكان اسلوبه كده، كان فارض اسلوبه على اللاعبين في معظم الماتشات. يعني لما تسترجع كل ماتشات كوبر هتلاقيها تقريبا كده. صح، لو انت بقى مش مسيطر تماما على الفرقه، لا ممكن احيانا اللعيب بيفلت زي ما هو عايز، لكن الطبيعي، الطبيعي ان المدرب بيبقى مدي تعليمات. والله يا جماعه احنا ده بالكلام ده بقى من اسبوع هو شغاله، وقبل كده كمان في مفاهيم، بس يعني بنتكلم على الاسبوع الاخير. يا جماعه لا احنا والله هنلعب بحذر شويه من تلتين الملعب، مش هنضغط من الاول وبتاع. لكن الجزئيه بتاعت اللعيبه دي اللي هي من جواها، كان الكابتن جاري كان ليه تعبير تملي، يقول لك واحنا نازلين وسط جمهورنا، يقول لك ان عايزك تطلع زي اللي هو الايه، الاسد اللي هو محبوس في القفص وعايز ينفجر. كان الكابتن احمد الكاس، انا كان معايا الكابتن هشام عبد الرسول في الانترو، فقلت له كابتن احمد الكاس مره حكى لي الموضوع ده، اللي هو يوم الماتش الجزائر كان قافل عليكم في معسكر على ما اعتقد، مقفول وكل حاجه، وبعدين فسخنته في الكوريدور بتاع الاستاد، الحته اللي هي اللي قدام الاوضه، والباب مقفول، وكل شويه اللعيبه تروح تلاقي الباب مقفول، يقول لهم اصبروا اصبروا، اللي هو زي الايه، هو محفز، هو كان قافل اول لما فتح الباب كل جري. هو دي كانت، هو ده اللي قصدي حضرتك عليه. أيوة، كيفيه التحفيز اللي خلتهم ينزلوا يعملوا بس كده. طبيعي حته الجمهور دي بالنسبه لفرقه السنغال، ما لا ما انا مش كبيره قوي، لانه لا ما انا مش بقول عندهم اربعه بيلعبوا في الدوري الانجليزي. لا وبعدين ايه ده، العدد عندهم في الايطالي، الجماهير معاك، عندهم في الايطالي وعندهم في الانجليزي والفرنساوي طبعا، على ولاعيبه اتمنها عاليه. ماشي ماشي، انا لا ما انكرش طبعا، لعيبه هايلين ومن احسن لعيبه فيهم، من احسن لعيبه في اوروبا. لا بتكلم على التعود على الجمهور، لعبوا قدام بالعكس ده هم اللي متعودين على الجمهور، احنا مش متعودين على الجمهور معظم لعيبتنا. بص، متعود على الجمهور وكل الكلام ده، بس في حته بتبقى في ارض المنافس اللي هو او اللي احنا الهوم بقى دلوقتي، ارضنا احنا، بتبقى في حته شعوريه عند اللعيبه كده، بتبقى في بلدك عايز تنزل. حماس يا كابتن، الحماس. لكن هي دي الخطوره في ايه، زي ما انت بقى بتقول، الخطوره ان ده ما يكونش على حساب انك انت الموضوع يفلت منك، زي ما بلال قال يسيطروا على نص الملعب، تدافع انت تلاقي دفينسك مفتوح. انا مش قصدي كده، ولكن اقصد لازم تستغل وجود ال 60,000 في البدايه على الاقل، انك تبقى ليك شكل في الساعه الاولانيه. واتمنى ان هو، واتمنى ان هو يقلل من حته المحليين جوه الملعب في المباراه دي، عشان انت هو بيلعب ألف بتشكيل ما هو يعني بمعنى ايه، عايز اقول لك ليه الباكين محليين. الفكره لا عايز انا اقول لك وجهه نظر في دي. الفكره ايه يا كابتن؟ ليه وجهه نظر في دي؟ في الفكره في الثلاثه الفلات اللي هم يعني النني وحمدي فتحي والسوليه، ولا هيشيل واحد منهم ويحط حد تاني؟ ما هي دي الفكره. لا انا بقول ده كله معروف. انا ليه قصدي بقول الكلمه دي؟ لانك انت من 2011 او الجيل ده الحالي ما لعبش قدام جمهور كتير معظم المباريات، خلي بالك من دي،
فدي ممكن تبقى فدي ممكن تبقى عامل العكسي. لكن اللعيبه المحترفين لعبوا وبيلعبوا في دوريات كبيره مهمه برضو النقطه دي. هنكمل كلامنا في هذا الاطار، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع نجومنا الكبار. الحقيقه سؤال مهم جدا، كابتن اسامه عرابي عنده خبطه في دماغه. كابتن عايز اعرف بس الخبطه من ايه، عشان انا مش هقول اللي كان الحوار اللي كان قبل الاوف اير يعني. خبطه من ماتش ايرلندا في كاس العالم 90 في كوره مشتركه بيني وبين لاعب كاسكارينو من كابتن عادل عارفه من ايرلندا 2 متر طوله 2 متر. لا لا استنى انا هجي لك، هو انا هسيبك اصبر. نط مع بعض خبطني بكوعه في هنا، بس حصلت الاصابه بكوعه. اه والحكم اداله انذار ولا حصلش؟ مش فاكر. ايه يا كابتن؟ ما حصلش. يعني ايه ما حصلش؟ برجله. حصلت بقى فيها خياطه وكده في الملعب برجله. يعني ايه برجله يا كابتن؟ هقول لك، 1-2 متر وبينط متر يبقى كام؟ 3 متر. كابتن اسامه 160 160 170 170 اثرت 30 بقى 2 هم طلعوا سوا. جزمه اللعيب الستارز جه فين؟ دي غريبه قوي يا كابتن. مش غريبه، اصل التاني 2 متر بجد، كاسكارينو 2 متر وبينط متر، ده كان حاطط سوسه في الليل. دي الحقيقه يا كابتن اسامه ولا بيحور اي حاجه؟ بيحور ايه؟ عايز يضحك بلاد. لا والله. طيب طب اقول لك حاجه، قول يا كابتن. السوشيال ميديا موجوده، خشوا اكتبوا كاسكارينو لاعب ايرلندا في 90 هيبقى طوله 2 متر و1 سم حاجه كده، كان طويل. واحنا ليه يا كابتن دلوقتي؟ اكتب اكتب ماشي. 2 متر و1 سم حاجه كده. صح يا كابتن اسامه، كان طويل قوي. وهو كاسكارينو كل لعبه ايرلندا كانت بتلعب على ايه؟ تلعب الكره طويله لكاسكارينو وهو ينزل بدماغه لانه طويل قوي. فكابتن اسامه ما شاء الله مسكه عشان ياخد منه الهدر ده. هادي هشام ياكل اللي كان ماسكه، هو كان راس حربه. ايوه انا عارف، لكن طلعت انت وهو. بس هو يعني ايه؟ ما هو 2 متر ومتر هيبقوا 3 متر. الخبطه دي من الستارز، من الستارز بتاع كاسكارين. ايوه لانه مش من كوعه زي ما هو بيقول. لا كوعه ازاي؟ كوعه هيبقى على الهواء، لانه احنا بنطلع كده. هو طالع كده، ده اقرب حته الكاسكارين اللي كابتن اسامه ايه؟ ايه؟ الستارز. اوكي. لكن لو احنا طول بعض وبنطلع قد بعض ممكن الكوع. صح؟ لو شوفوا لنا يا جماعه والنبي الكاسكارينو طوله قد ايه؟ لا 2 متر. دي حقيقه. ده اصلا خدت كمان التيشيرت بتاعه بلبسه جلابيه. لانه طويل قوي. طيب كابتن اسامه، يعني منتخب مصر فاضل ماتش، فاضل يومين، فاضل ماتشين. النهارده الاربعاء، بكره الخميس، يوم الجمعه بنعتبره يوم لان الماتش الساعه 9:30 بالليل. من النهارده ليوم الجمعه ايه اللي يحصل؟ كلاعبين بقى. خلاص يعني انت كده. لا بيبقى قاعد ازاي في الاوضه بيفكر في ايه؟ بيعمل ايه؟ لا اكيد كل واحد من، خلي بالك من حظوظنا برضو ان احنا لعبنا كاس السنغال في نهائي البطوله الافريقيه. لان احنا عرفنا برضو ملامح لعبهم، وكل لعيب لعب قدام اللعيب اللي هيلعب قدامه. خلي بالك التشكيلين مش هيبقى فيهم اختلاف كبير، يعني اذا مستر كروش مثلا لاعب تريزيجيه على حساب واحد من الثلاثه وسط الملعب مدافعين، او على حساب مرموش، ممكن على حساب واحد من الثلاثه في نص الملعب. لا لا ممكن. اعتقد صعب. معلش يا كابتن، طول كاسكارينو 190 مش 2 متر يا وكابتن اسامه. الانترنت لا لا ده اسر لما كبر، اسر كان 2 متر. اسمع مني، احنا كنا بنقول عليه عارف ايه؟ ايه؟ حاطط سوست في رجليه. كابتن جوهري كان يقول في الكورنر اللي علينا، قال لي هشام يكن، وكان مش عارف مين، هاني رمزي، وهاني رمزي، واحد يقف قدامه وواحد يقف وراه ويثبتوه علشان ما ينطش، بينط عليه قوي. فقالوا اطول واحد فينا كابتن اسامه. زي برضه واحده جامده قوي برضه. يا عم استنى احنا بنحكي دي عشان احنا بنحكي قصص نفك على الماتش. خلينا نفك زي كاس الماتش الاولاني بتاع هولندا. الاوضتين كانوا جنب بعض. الايه؟ أوضة اللبس وأوضة اللبس جنب بعض. تمام. فاحنا ما كانش فيه زي دلوقتي اللعيبة بتلاعب بعض والحاجات دي، كنا شفنا اللعيبة دي أول مرة تشوفوها إلا من خلال الفيديو والحاجات دي. حلو. فخرجوا بره. أقل واحد 140 194 و180 و188 و185 أطوال خولت وفان باستن وريكارد وكومان وريكارد وأسماء إيه؟ فاحنا طلعنا لهم مين بقى؟ اقوى ناس عندنا كابتن اسامه. اول واحد الكابتن اسامه، قلنا له
حتى يوسف قال له تعال نخوفهم يلا ونطلع. يعني كابتن اسامه وكابتن اسماعيل الاثنين ما شاء الله اقوياء واقوى اثنين في عندنا وراحوا الاثنين خوفوهم بجد حاجه. سلام يا سلام. قعدوا الافلام ماشي معلش معلش بقى نفك برضه. ايوه يعني هم دول كانوا قصيرين برضه يا كابتن. طوال ماشي طيب اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم عن اليومين دول اللي بيعملوا اهو ده كاسكارين اهو يا جماعه. ايوه هو ده بص طويل قد ايه كان اللي بيلعب عليه لانه كان. طب الشبكه فين؟ بص طب ايه رايك بقى؟ بص ايه رايكم؟ انا ده قصير يا جماعه. هو 190 هو مش بجد هو كمان يخض يا اسلام. بص اسنانه كابتن مش دراعه خالص. ده مش دراعه. طيب اتفضل يا كابتن اسامه. بنتكلم على اليومين اللي قبل الماتش بقى يعني النهارده الاربع اللعيبه خلاص المفروض تتفرج علينا ورايحين يناموا. هو خلاص مستر كروش هيكون حاطط الترتيبات كلها اللي هتحصل. يعني بكره ده خلاص بكره الخميس يعني اللي هو اليوم الخفيف جدا ممكن جدا يعني خلاص تعليمات اخيره تنبيه لحد لكن 99% من الموضوع خلاص انتهى. فطبيعي ان كل لعيب هيبتدي يفكر في اللعيبه اللي بتلعب قدامه. وانا قلت من حسن حظنا ان احنا لعبنا السنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه. فكل واحد عرف طبيعه اللعيب اللي لعب قدامه سرعته ازاي بيفكر في ايه هل بيحب يعدي واحد ضد واحد هل هو اديله مسافه شويه عشان هو سريع هل يعني ادخل معاه من انهي مكان. كل الكلام ده لما بتلاعب حد غير لما ما بتكونش مجهول بالنسبه لك او بتشوف بس فيديوهات ليه صحيح بتدي لك انطباع وبتدي لك لكن غير لما بيلعبوا لعبه مباشر على طول بتلعبوا. فدي من المميزات اللي المفروض ان احنا نكون كسبناها من المباراه الاخيره نفس الشيء هيبقى ليهم. فطبيعي اللعيب بقى يفكر في اللعيب اللي بيلعب في مكانه هيبتدي يهيئ نفسه هيبتدي لازم كمان يحط اللعيب نفسه يحط سيناريوهات للماتش. طب احنا لو كنا كسبانين انا مثلا ما بلاش ندافع في الحته دي المفروض استنى مش رغم يعني غير تعليمات المدير الفني. أيوه. بيبقى في حاجات انت نفسك بتبتدي ترتب نفسك عليها لا مثلا انا زايد شويه لا المفروض اقف لو حصل كذا لو فلان يعني بتدي بقى يعني بشوف صورة الماتش أكن لعبته قبل كده يعني. أوكي. بيبقى قدامي بشوف شريط بحاول أفكر في اللي هقدر أعمله إيه في يوم المباراة. وأتمنى اللعيبة تبعد عن التوتر والعصبية. لأن دي بتفقد اللعيب كتير قوي. اللعيب لما بيكون عنده ثقة في نفسه وشخصيته قوية غير لما يكون حاجة من اتنين يا مغرور بتبقى شعرة تبقى تخليك تأدي وحش او متخوف او قلقان زياده عن اللزوم دي برضو تخليك تأدي وحش. لازم يبقى عندك توازن ذهني ونفسي وعصبي كل حاجه بقى يعني تكون انت يعني على قد الـ 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 الاحداث مش لا انت حاسس ان انت كبير قوي فهتكسب في اي وقت ولا انت حاسس ان انت قليل قوي واقل من التاني فانت هتبقى خايف وقلقان وزياده عن اللزوم. فده كل ده لازم اللعيب بيقعد يفكر فيه. وطبعا بقى بعت علبات المدير الفني الاخيره ربنا يوفقهم يعني. كابتن عادل الجهاز الفني بقى كيف يفكر في هذه بمعنى مش كيف يفكر يعني برضو النهارده لغايه يوم هل ممكن يغير في تشكيل هل يكون لسه محتار في التشكيل ولا يكون وصل للتشكيل الامثل في دماغه النهارده؟ لا هو اكيد كان بيشتغل عليه من فتره طويله من بعد كاس الامم اول ما خلص كاس الامم المدرب قعد يفكر ازاي يقابل السنغال. أوكي. هيقابل السنغال الفرقه اللي فيها سرعات اللي فيها ساديو ماني اللي فيها لعيبه نص ملعب على اعلى مستوى فيهم حد يعني من اعظم لعيبه نص الملعب في العالم في الوقت الحالي عنده سيرد باك كلوبالي حاجه كبيره قوي سعره 80 مليون يورو ووصل 120 مليون يورو دلوقتي انت بتتكلم في فرقه كبيره. فاكيد هو حاطط سيناريو ليهم ازاي يقابلهم ازاي يوقفهم. هل ممكن يغير السيناريو ده النهارده بكره ولا لا؟ لا هو حاطط في دماغه السيناريو اكيد. المدرب طول الوقت مدرب المنتخب كابتن اسلام المفترض ان هو هيلاعب فرقه السنغال هنلاعبها خلاص تقرر ان احنا نلاعبها من شهر ونص. فانت بتشوف هم طريقه لعبهم معظم ماتشاتهم ايه الحاسمه 4-3-3 وبيلعبوها ازاي المباريات الحاسمه وانت بتدرسها بتقعد تدرسها ومين الاسماء اللي ممكن تقابل الفرقه دي بشكل كويس ومين الاسماء اللي ممكن
هكسب من ناحيتها ومين الاسماء اللي لازم مفاتيحها اوقفها. فاكيد هو عمل كل حسابه في كل ده، ولكن يبقى هنا حاله اللاعبين. هل يتطابق مع فكره حاله اللاعبين اللي هو طول الوقت كان شايفهم اللي هو عاوز يلعبهم بطريقه لعبه، او قروش من المدربين خلي بالك اللي هو عنده قناعه ما بيتنزلش عنها. حتى لما بيجي يتنزل عنها بيرجع لها تاني، بيرجع لها تاني. فهنشوف بقى هيعمل ايه بدليل صح؟ لا القناعه في اللاعبين وامكانيات اللاعبين. اوكي، بمعنى ايه؟ هو من المدربين اللي بيحب ستايل في لعبه هو، هو كطريقه لعبه كمدرب. نعم نعم. بدليل ان هو مثلا قفشه ولا محمد شريف ولا معظم شويه لعيبه، في اسماء لعيبه هو اصلا يعني يعني عايز اقول لك مش معتمد عليها. اوكي. ومش وهو ده فكره ان هو مش مقتنع بيها كلاعب. بس كابتن عادل، بس عايز اقول لك ان هو لا يعني انت بتتكلم على 4 3 3 مش كده؟ لا هو في البدايه افريقيا لعب عبد الله. لا ما اتكلمتش على طريقه لعب، بتكلم على افراد يعني هو لا افراد دي مش يعني طريقه لعب 4 3 3 هو معروف ان 4 3 3. لا بس لو تفتكر يا اسلام اول مباراه في افريقيا لعب عبد الله السعيد ولعب 4 2 3 4 3 لا ولعب عبد الله بس كان عبد الله لعب بيه زي وينج ليفت، لعب تريزيجيه، لعب تريزيجيه في نص الملعب وعبد الله يعني عبد الله السعيد هيلعب وينج. هو لعبه كده، هو لعب كده، هو لعبه كده وعنده قناعات باللعيبه. لا انا بكلمك مش على طريقه اللعب. طب هقول لك حاجه بسيطه قوي طالما جبنا الموضوع الكلام كده. شوف انا من وجهه نظري انا احب المدرب لو مش مقتنع بيك ما خدكش خالص. ما بحبش المدرب اللي طول الوقت مذبذب، بمعنى هو مش مذبذب، هو انا مش بتكلم عن انا مش ده لا هو بشكل عام يعني بس بشكل عام، ولكن لو قدرنا نتكلم عليه لا هو مذبذب في لا حاجات. لا هو مش مذبذب، هو قد يكون عنده قفشه. هو عبد الله سعيد اعلن اعتزاله الدولي خلي بالك، فهو قد يعني لو اعلن لو ما لم يعلن عبد الله اعتقد هو كان هيبقى يعني هو محمد شريف لما اتكلم عليه في الاول ما خدوش، بعدين خده، بعدين ما خدوش، بعدين خده وما بعدين ما خدوش، قفشه وبعدين لعبه وطلعه وبعدين لعبه دقيقتين وطلعه. انا هو عنده المتناقضات دي، قفشه احيانا اصل حته عبد الله السعيد، حته عبد الله السعيد مع قفشه كابتن اسلام خلي بالك مش عشان عبد الله السعيد اعتزل دولي بدليل ان قفشه ما كانش بيروح عبد الله السعيد ما بيلعبش اساسي. لا ما عبد الله ما كانش بيلعب اساسي الاولين ثلاث ماتشات الاولين بعد كده خلاص. طيب أول ماشي بلال، عايز برضو اسالك في الـ في الـ في الناحيه الهجوميه عندنا وفي الناحيه الهجوميه عند السنغال. انت عندك صلاح مقابل ماني، يعني هما ده دايما لما بنيجي نتكلم حتى في اي مباراه بيقولكش مصر والسنغال وصلاح وماني، مين يستطيع ان يتفوق من وجهه نظرك؟ بص الاثنين امكانيات كبيره جدا، يعني صلاح امكانيات كبيره جدا جدا، يمكن في ماتش السنغال يمكن صلاح في واحده او لو عملها وعملها بشكل كويس وحطها في الزاويه الضيقه ممكن تتسجل هدف. ماني برضو امكانياته وقدرات كبيره جدا جدا جدا، بس خد بالك انت بتتكلم على لاين خط بالكامل، خط هجوم منتخب مصر، خط هجوم السنغال، هم عندهم سرعات كبيره جدا في الحته اللي قدام في الثلاثه. تمام، انت عندك بتعتمد على صلاح وعايز مصطفى محمد يبقى راس الحربه اللي بيشتغل زي الراجل بتاعهم بتاع ايرلندا اللي هو كل كوره محطه تجيله يلعب بدماغه يقف على الكوره يستنى يخرج. احنا بس في الفكره عندنا ان ازاي نعمل هجمه مرتده سريعه ناجحه في الماتش ده من وجهه نظر. يعني انا لو كيروش مثلا هلعب بالطريقه المعتاده بالظبط 4 3 3 زي ما بيلعب، بس ازاي اعمل الهجمه المرتده السريعه؟ ازاي بقى ابني هجمه مرتده سريعه؟ هي هو ده النجاح. تمام، انت اطول مش اطول منهم، تمام هم اطول منك في الكرات العرضيه، يعني الكرانر والكرات اللي على اطراف على 18 هم الحاجات دي فيها يعني مميزين وافضل منك بكتير، وده لطبيعه الاجسام وطبيعه الاطوال وطبيعه الاحتكاك كمان. فاحنا احنا بتتكلم ازاي تبني هجمه مرتده سريعه صح تعملها في الماتش، تعملها حتى لو مرتين ثلاثه، ممكن تسجل منها هدف عن طريق محمد صلاح مثلا، ممكن تسجل منها هدف. احنا عملنا اعتقد الماتش الاكسبنات 2-0 كان تقريبا كان ماتش السودان لا اللي تريزيجيه سجل فيه الهدف الثاني مغرب. المغرب اعتقد المغرب عملت هجمتين يعني بنيت الهجمات المرتده جول. بشكل جيد جدا سجلت منها هدف باينين وهم رايحين ناجو بس فهمتك. يعني انت فاهم قصدي، فانا ازاي اخلق المساحه والتوقيت اللي اعمل فيه هجمه مرتده سريعه، هو ده السلاح الاقوى بالنسبه للمنتخب المصري. طيب هنطلع على الفاصل الاخير وبعد هذا الفاصل هرجع اخد كلام اخير من كباتن مصر علشان يقولوا لنا
التشكيل الأنسب من وجهة نظرهم بالأسماء، ويقولوا كلمة برضو أخيرة لمنتخب مصر قبل هذه المباراة الهامة جدا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتن أسامة. أخيرا كلمات أخيرة حضرتك تقولها والتشكيل من وجهة نظرك. هو بس سريعا قبل التشكيل، منتخب السنغال يمكن عادل اتكلم على كوليبالي وعلى ساديو ماني وبتاع، في لعيبه ثانيه موجوده يمكن اشد انا شايف من كوليبالي. لا ساديو ماني رقم واحد طبعا، يعني عبده ديالو ده اللي هو السرد باك اللي جنب كوليبالي ده صانع اللعب بتاعه من الخلف، ما بيباصيش كره غلط، لعيب كويس قوي بيمين ناحيه الشمال. وسيس اللي هو الباك الشمال يعني ممتاز، ده ممتاز. بونصار برضو ناحيه اليمين، اسماعيل صار ناحيه اليمين، فهم عندهم مجموعه لعيبه في 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 كل مراكز اللعب. ما تقدرش تقول هو ساديو ماني طبعا نجمهم الاول ما فيش شك، لكن كل الفريق في مراكز قوه. وبرضو انت عندك نفس الشيء، لعيبه ممتازين في مراكز كتيره، ولكن هي الفكره انك انت مركز قوي في الناحيه الهجوميه على محمد صلاح، وهم في المقابل بيركزوا دفاعاتهم ان صلاح ما يتحركش، صلاح ما يحاولش، صلاح يعني مركزين النواحي الدفاعيه بتاعتهم من عند سيس وعبده ديالو ان صلاح ما يفلتش يعني. فعشان كده مستر كروش لازم يبقى فيه تنويعه في الجنب الثاني، لازم يبقى فيه تنويعه في الجنب الثاني. عشان كده انا متوقع ان ممكن جدا التشكيل هو هيبقى هو بس الثلاثه بتوع مصر. التشكيله كابتن يعني طبعا الشناوي، عمر كمال، عبد المنعم، الونش، ابو الفتوح. انا بقول انه هيقعد ممكن حمدي فتحي ويلعب عمرو السولية والنني وتريزيجيه، ممكن يعمل كده. انا بتكلم على كروش، وهيلعب صلاح ومصطفى محمد ومرموش. ممكن يعمل حاجه تانية ان يلعب حمدي فتحي ويشيل مرموش ويلعب تريزيجيه ناحيه الشمال. بس يعني انا اللعبه في حمدي ولا تريزيجيه؟ حمدي او تريزيجيه او مرموش وتريزيجيه، بس هو واضح انه بيفضل قوي مرموش، يعني هو واضح انه بيفضل. فاتمنى ان الجنب بتاعنا الشمال يبقى شغال كويس في النواحي الهجوميه، وما يبقاش الاعتماد كله على محمد صلاح فقط، عشان بيقفلوا عليه عدد كبير ولاعيبه. بالعكس دي فرصه للجنب اللي حضرتك بتتكلم فيه. ايوه مظبوط، ان محمد صلاح واخد العين يبقى الجنب الناحيه الثانيه. كابتن عادل، يعني سريعا كده انا موافق كابتن اسامه كلامه كله. وحاجه مهمه السؤال كمان اللي بلال كان خده قبل كده، اللي هو فرق ما بين ماني وصلاح، وبلال جاوب عليه. بس ازيد حته صغيره، ان ماني بيساعده اكتر من لاعب متميز. اوكي، يعني طريقه لعب السنغال لماني افضل من طريقه مصر لصلاح، لانه انت بتعتمد على صلاح ان هو يصنع لنفسه ويلعب، لكن ماني بيتصنع له، ودي حاجه مهمه. ولكن مباراه افتكر ان انا اتمنى اول حاجه، لان لسه شروط الاتحاد الافريقي ما بقاش زي ابطال اوروبا اللي هو الهدف بهدفين، اما حاجه التامين الجامد انك انت ما يدخلش في الجون، ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه المهمه انك تلعب بحته الضغط في اوقات وفي اوقات تانية لا، او الضغط يبقى مشروط. ما هو في ضغط دلوقتي، مش لازم كل الفرقه ضغط عشان تتكشف ورا، في ضغط بيبقى ضغط عالي بمجموعه والمجموعه التانية تامينيه، وفي ضغط متوسط لمجموعه تانية تامينيه، وفي ضغط عالي بالمجموعتين والمجموعه الثالثه بتامن. ده طريقه لعب جديد في موضوع الضغط وموضوع الشغل. وفي الاخر يعني انا شايف انه التشكيل أيوة كويس. هيلعبوا زي 4-3-3 ملمسه في 4-5-1، اللي هو الاثنين اللي على الطرف هينزلوا زي جناحين نص ملعب تحت. اللي هو قول لي اسماء، يعني الاسماء اللي خط الدفاع اللي هو واضح ابو فتوح وعمر كمال واثنين السرد باكين الونش ومحمد عبد المنعم ومارب، اثنين جاهزين. الثلاثه اللي في وسط الملعب افتكر انه هيستغنى عن واحد زي ما كابتن اسامه قال على حمدي فتحي او السوليه، يعني مع النني هيلعب النني واحد فيهم الاثنين، ولكن السوليه هو انا قلت ليه السوليه والنني، مش عشان هو واضح انه لما بيلعب باثنين بيفضل ان السوليه والنني ويقعد حد هو ككيروش. وانا بقول ان الثالث بتاعهم هيلعب بمرموش وتريزيجيه بكره. ايوه انا بقول كده، هيلعب بيهم، هيلعب واحد في وسط الملعب اللي هو تريزيجيه زي اول بدايه كاس الامم الافريقيه مع نيجيريا. ولكن
الفرق كان محمد تريزيجيه مش جاهز، ما كانش جاهز، او يعني هيأخر مصطفى محمد شويه. يعني في ناس بيقولوا مصطفى محمد لازم يلعب من الاول وكده، لا انا اعتقد انه اللي يلعب بيه راس حربه محمد صلاح، عشان حته الاثنين اللي بينزلوا نص الملعب يبقى محمد صلاح فري، ما تعبوش في الحته الدفاعيه. يبقى انا بقول لو وجهه نظر انا، يلعب بمرموش ويلعب بصلاح وتريزيجيه الثلاثه قدام. تريزيجيه من افضل اللعيبه اللي بيلعب حته الراس حربه، ومحمد صلاح يبدل مع محمد صلاح حته اليمين والشمال، واتمنى انه يعملوها، لانه اصلا تريزيجيه بيلعب راس حربه كويس، ومحمد صلاح بيلعب راس حربه وبيلعب طرف يمين. اوكي، ما يبقاش في مركزيه في الحته الاماميه. أوكي. اللي ثابت بس مرموش، اما الاثنين مش هيبقوا ثابتين في الحاله اللي زي دي. في الحاله الدفاعيه تريزيجيه يدافع، وفي الحاله الهجوميه يطلع مع صلاح ومع مرموش، ويطلع من تحت من نص الملعب واحد ثالث، ويأمن بحمدي فتحي ساعتها. بلال، بص انا يعني اتفق مع الكباتن في بعض الحاجات واختلف بس في التشكيل، لان انت خد بالك، انت كل مدير فني هو عارف طبيعه لعب لعبته رقم واحد يعني، وايه ومدى قدرتها وامكانياتها يعني، وعارف طبعا الفريق الخصم اللي بيلعب قدامك عامل ازاي. ودي حاجه مهمه جدا، وانت بتبني دايما مش بس عليك، انت بتبني على الخصم رقم واحد يعني. انا بشوف يعني بالتوفيق طبعا منتخب مصر، يعني مطلوب الاول اللعيبه تبقى عندها ثقه كبيره جدا جدا في نفسها. الماتش ده بالاضافه انه ماتش يعني تكتيكيا مهم جدا للمدير الفني وللعيبه، بس ده محتاج روح قتاليه عاليه جدا 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 يعني. في ماتشات كده بنسميها ماتشات الروح القتاليه العاليه. لكن بالنسبه للتشكيل يعني الخط اعتقد الشناوي والرباعي الدفاعي تمام، ما فيهوش اي اختلافات. انا من وجهه نظر يعني ممكن يلعب كروش بثلاثه فلات، يلعب بفتحي والسوليه، ويلعب بالنني ويلعب بتريزيجيه ناحيه الشمال، وصلاح، ويلعب بمصطفى، لان هو من المدرسه اللي عايزه دايما الفرود يبقى محطه بالنسبه له يعني. هو دي مدرسه بدليل كروش، بدليل ان هو واخد مروان ومصطفى محمد، واخد مروان الاثنين يعني، ما خدش محمد شريف. هو لو عايز يلعب بشادو سترايكر او لعيب عنده سرعات عشان يشتغل في الحته الحاجات الطوليه والقطريه والحاجات اللي زي كده، كان ممكن ياخد شريف تمام، او على الاقل يبقى بديل. بس دي لكن من الحاجات اللي نختلف معاه فيها انا من وجهه نظري، شريف كان لازم يروح طبعا. لا ما احنا ده خلاص اتكلمنا فيه كتير. ماشي، احنا بنتكلم على عليه، لا على عليه هو فكره على فكره، ففكره هو ده دي الطريقه وده اسلوبه يعني. عايز عايز محطه اماميه يا كابتن، دي علشان الناحيه الدفاعيه يا بلال، انت هتدافع يعني. دي لا يا كابتن، مش عشان الناحيه الدفاعيه، عشان الكرات الطويل. انت بص يا كابتن، انت مش لا يا كابتن، انت مش الفرقه اللي بتلعب استحواذ عشان يبقى عندك راس حربه متحرك. انت عايز كره طويله عاليه، لان انت كل بالظبط واحد يبقى محطه بالنسبه له، هو عايز كده بيشتغل على الطريق العشري. كان دايما بيلعب مع، انا اسف طبعا، فرق مهم في تشبيه الفرق حتى، لكن كان بيعمل ايه؟ كنت بيكسب ازاي؟ بيلعب كره طويله لبسيوني او احمد عبد الغني، ينزلها لاحمد عيد او عبد السلام نجاح، يروح يجيب جول. بالظبط، هي كده. فدي طريقه اللعب، ودي طريقه لعب كيروش برضه نفس الطريقه بتاعت الانجليز زمان. بالظبط، عموما يلعب من يلعب، واللي احنا هنفضل دايما في ظهر منتخبنا الوطني في اي حد، 11 اي 11 يلعبوا. طبعا ده كلام خبراء فنيين في كرة القدم، كل واحد يقول رأيه، وكلنا هنشوف ايه اللي هيحصل يوم الجمعة القادم. بشكرك جدا يا كابتن أسامة، كل التوفيق للمنتخب الوطني، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن عادل، توفيق لمنتخبنا الوطني. شكرا جزيلا يا كابتن بلال، والتوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. انتهى هذا الاسبوع، او دي حلقه نهايه هذا الاسبوع. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا يوم الجمعه، ان شاء الله انا هلتقي مع حضراتكم بقى بعدها يوم الاحد، وان شاء الله ان شاء الله يا رب نكون عاملين نتيجه جيده يوم الجمعه القادم. المسانده والدعم، المسانده والدعم اهم شيء خلال بكره ان شاء الله، وبعد بكره ما قبل هذه المباراه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير يوم الأحد القادم، وحلقة جديدة من البيت الكبير.